بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من أوضة اللبس. لا صوت يعلو فوق صوت القمة 123. مباراة خارج الحسابات، مباراة خارج التوقعات، مباراة المديرين الفنيين للنادي الأهلي ونادي الزمالك. كل فريق بيستعد بالورقة الرابحة بتاعته في المباراة. عندنا النادي الأهلي حقق العلامة الكاملة من الجولة الأولى والثانية، وكذلك نادي الزمالك حقق العلامة الأولى والثانية من الدوري العام. مباراة دايما ما بين النادي الأهلي والزمالك محدش يقدر يتوقع. مباريات كتير جدا النادي الأهلي كان متفوق فنيا ونادي الزمالك قدر يحقق نتيجة إيجابية، والعكس عكس صحيح، نادي الزمالك كان متفوق فنيا كتير جدا والنادي الأهلي فاز في مباريات. مين هيكسب؟ محدش يقدر يقول ابدا مين اللي هيكسب مباراة الجمعة اللي هي القمة 123. كمان كل مدير فني، احنا عارفين اللي بعد مباريات الجمعة في توقف للمنتخب، فكل مدير فني عايز يحافظ على القمة. اللي هيكسب هيبقى فيه اريحية ويعالج اموره او المشاكل الفنية اللي موجودة عنده. وفي فرق ما بين اخد الاجازة وفي هزيمة، نفسيا على الفريق هيتأثر أكيد، طبعا هيتأثر، لأن الفرقتين يمتلكوا من الجماهيرية والشعبية الملايين اللي بيعشقوا الكيانين الكبار لمصر، النادي الأهلي ونادي الزمالك. عشان كده لا حديث مرة أخرى، لا حديث يعلو فوق القمة 123. النادي الأهلي بيستعد بمباراة ودية النهاردة أمام المرج، وكان مباراة بيلعب فيها المجموعة اللي ما لعبتش آخر مباراة في الدوري أمام البنك الأهلي. قدر النادي الأهلي يفوز بهدفين، هدف لكهربا وهدف لحسام حسن. استعداد كويس؟ آه طبعا. رسالة المدير الفني لما كهربا يبتدي النهاردة، يبقى بنحل مشاكلنا بسرعة، بنقفل على أوضة اللبس بتاعتنا ونعالج أخطائنا وإحنا قافلين أوضتنا علينا، وده اللي أنا قلته قبل كده. عشان كده اللاعب بيشارك النهارده وبيحرز هدف كويس جدا، وكمان مهم جدا تخلي فرقتك او لعبتك في الملعب لياقتها البدنيه او عندها فورمه المباريات. ده كان استعداد النادي الاهلي. اكيد اللعيبه اللي شاركت في مباراه الدوري بتاخد تدريب او حمل تدريبي اقل عشان الاجهاد، احنا عارفين كل 3 4 ايام مباراه، وده طبيعي جدا، واللعيبه خلاص اتعودت ومش عايزينها تبقى حجه ضغط المباريات لكل الفرق. خلاص اتعودنا على ده، الدوري شكله حلو، الدوري شكله جميل، الدوري فيه إثارة، الدوري فيه كتير أمور جميلة عجبانة. مش عايز أكرر تاني وأقول تصوير وشكل الحكام وجماهير، لا عايز أتكلم في ده. أما نادي الزمالك بيستعد، كان فيه تدريب مسائي النهاردة شارك فيه جميع اللاعبين، حتى أوباما اللي خرج من المباراة اللي فاتت مصاب. نادي الزمالك مجهز كل اوراقه، بيستعد للمباراه بكل قوه، مع مدير فني على اعلى مستوى مطور في اداء الجماعي لنادي الزمالك بشكل كبير، وكلنا لامسين ده وكلنا شايفين ده، سواء من جماعيه، سواء من ضغط على الخصم، سواء الاستحواذ على الكوره، او سواء لما تفقد الكوره ازاي بتجيبها بسرعه. في امور واضحه للجميع، وكمان في اداء نادي الزمالك وانت بتتفرج الكتل الواحده اللي بتتحرك، يعني الخط الامامي لما بيروح يضغط على الخصم ما بتلاقيش الدفاع فيه مساحات كبيرة، بتلاقي فيه خطوط متقاربة، مع عنده خط وسط محترم جدا بقيادة طارق حامد. في أوراق مهمة جدا في الأهلي وفي أوراق مهمة جدا في الزمالك. لما نتكلم عن نادي الأهلي أو أوراقه المهمة جدا، هنتكلم عن قفشة، لعيب بيقدر يصنع الفارق، لعيب موجود في الملعب يبقى فيه جماعيه في الاداء، بيقدر يربط الخطوط ببعض، لعيب مهم، طبعا لعيب مهم في رجله الكوره، بيقدر يوصل الخط الامامي بسرعه. كمان نادي الزمالك عنده لعيب مهم جدا، بن شرقي في حالته بيقدر يصنع الفارق. بن شرقي لعيب عنده مهاره بالكوره، الكوره في رجله بتخلي فرقته حتى لو هي في حاله الضغط، لا في رجله الكوره بيقدر يريح فرقته. ففي لعيبه اللي بتلعب الكوره دايما هي، او اللعيبه الحريفه زي ما احنا بنقول، دي بتدي افضليه لفرقتها طول الوقت. في مهاره، يعني في استحواذ، في لعيبه زي مثلا عمرو السوليه في النادي الاهلي، او ديانج، او حمدي فتحي اللي انا بحييه جدا
في المباراة الأخيرة للمجهود اللي بذله دفاعيا وهجوميا. اللعيب بتقول له العب هنا، بعد ربع ساعة بتوديه حتة تانية، ده اللعيب المدير الفني بيحبه بالفعل. لما نيجي نتكلم على وسط ملعب النادي الأهلي، قوة ضربة، كمان في ثنائي منسجم جدا في نادي الزمالك، طارق حامد وكمان إمام عاشور، ده لعيبة بتقدر تصنع الفارق. طارق حامد حدث ولا حرج، لعيب مقاتل، انا احب نوعيه اللعيبه اللي بالشكل ده، بيحب فرقته، بيحب ناديه، مقاتل في وسط الملعب. لما يغيب نادي الزمالك يتاثر بيه؟ طبعا انا ضد اي حد يقول غياب فلان فالفرقه تتاثر، لا، عشان دي لعبه جماعيه. ولكن طارق حامد لما بيغيب لا يتاثر الزمالك، لانه لعيب راجل. بص للتيشيرت بتاعه بعد اي مباراه، هتلاقي اللي طارق حامد تمسك التيشيرت تعصره من المجهود اللي بيبذله. اللعيبه اللي ادائها رجولي وفي روح بتصنع الفارق. مش عايز اتكلم ادي جنب حق وجنب التاني، لا، احنا قلنا هنا ملك البرنامج اوضه اللبس، ملك لكل الانديه. كمان عايزين نطمن على نادي الزمالك سريعا، نروح للكابتن عمرو ابو العز مدير الكوره بنادي او مدير اداري نادي الزمالك، ويطمنا على نادي الزمالك واستعدادات نادي الزمالك لمباراه القمه. استاذ عمرو، برحب بحضرتك. اهلا كابتن شادي، ازي حضرتك؟ عايزين نطمن على حضرتك من نادي الزمالك قبل القمة 123. أنا الحمد لله الفرقة تمام، ما عنديش أي إصابات الحمد لله. بكرة عندنا تمرين عادي، ومن التمرين هنروح المعسكر إن شاء الله. أوباما كان المباراة الأخيرة غاب للإصابة، موجود مع الفريق ولا لا؟ موجود، هو كان حس بإجهاد، والجهاز الطبي فضل إن هو يريحه عشان استعداد للماتش يعني. والحمد لله كويس واتمرن، ما فيش مشكله الحمد لله. كمان عايز اطمن على موقف شيكابالا، كلام كتير جدا، نادي الزمالك واقف في ظهره وقفه محترمه جدا، اللاعب كلام كتير هيشارك من مش هيشارك، بيستفسر من اتحاد الكوره، خلينا نطمن من حضرتك. احنا النهارده بعتنا للرابطه وبعتنا لاتحاد الكوره بنطلب نعرف موقف شيكابالا ايه، ومستنيين الرد منهم ان شاء الله، الرد يجي لنا بكره باذن الله. طيب يعني ممكن بكره نسمع خبر كويس؟ انا اتمنى من ربنا. احنا بعتنا ومستنيين الرد، وطبعا نتمنى ان وجود شيكابالا مهم جدا يعني. انتوا في معسكر من النهارده ولا بكره ان شاء الله؟ لا بكره ان شاء الله. انا يعني دخل جماهير نادي الزمالك في الموضوع، اللعيبه بتستعد، الكلام في اوضه اللبس، الروح بيتقال ايه؟ اللعيبه الكبار داخل الفرقه قالوا يا كابتن عمرو؟ الروح الحمد لله عاليه جدا، حققنا فوزين متتاليين وقبليهم فوزين على في افريقيا، فالروح المعنويه الحمد لله عاليه جدا، اللعيبه عندها اصرار ان هي تحقق ان شاء الله الفوز الثالث، وكل حاجة تمام الحمد لله، ما عندناش الحمد لله أي مشاكل الحمد لله. دايما الحديث، أنا مش بميل للكلام دوت، ولكن عشان نطمن دايما الجماهير بتحب تعرف كل صغيرة وكبيرة عن فرقتها، عايز أتكلم طبعا مجلس الإدارة أتكلم في مكافآت في حالة الفوز للعيبة، الروح المعنوية للفرقة، كل الأمور دي يا كابتن عام. زي ما قلت حضرتك الروح المعنوية عالية، احنا بقى حققنا فوز في أربع مباريات متتالية، والحمد لله اداء كويس، اداء مطمئن للجمهور، احب اطمن الجمهور ان الفرقه تستعد استعداد قوي جدا من بدايه الموسم، واحنا ماشيين كويس، وان شاء الله نستمر على كده. مجلس الاداره طبعا بيدعم الفرقه بالكامل، وبيتواجدوا على طول ورا الفرقه في المدرجات، وان شاء الله خير باذن الله. في مفاجآت في التشكيل؟ لا مفيش مفاجآت، ورده دي بتاعت الكوتش يعني. مش بتاعتي انا بقى. ما تخافش، مش هقول حاجه، مصر مش سامعانا خالص، ما تقلقش. طيب كل التوفيق ليكوا، وطبعا نادي الزمالك فعلا زي ما حضرتك قلت بيقدم مستوى فعلا للامانه، وده اللي انا قلته في المباراتين في الدوري وكمان في افريقيا، بيقدم مستوى طيب، وانا عاجبني المدير الفني نادي الزمالك حتى لما اتاكد الفوز في اخر مباراه كابتن، ادى لعيبه اللي جنبه على الدكه خلى رجلهم في الملعب عشان يبقى عنده اوراق كتير يتحرك فيها. بالظبط، هو ده اللي بيعمله الراجل بصراحه، الراجل
عارف فرقته كويس، عارف لعيبته كويس، وبيدي سبورت جامد جدا للعيبه سواء اللي قاعدين بره او اللي بيلعبوا، ودي حاجه من الحاجات الناجحه في فرقه نادي الزمالك. انا معاك 100% ودي واضحة لكل الناس. خليني بقى اعرف منك، يعني في استعدادات بقى إدارية، استعدادات خاصة قبل المباراة ولا لا؟ وهنا زي كل ماتش احنا بنعمل المعسكر بتاعنا ونحدد المكان بتاعه والرايح والملعب التدريب اللي هنتمرن عليه ان شاء الله يوم الخميس. احنا بكره هنتمرن في النادي وهنتحرك بعد التمرين ان شاء الله نتجه للمعسكر ان شاء الله. مهم جدا، عايز برضو ده بالنسبه لي مهم، اللعيبه الكبيره شيكابالا، اللعيبه الكبيره جوه الفرقه محمود علاء، كل الفرقه، طارق حامد، قالوا ايه لفرقتهم؟ اكيد عايزين نعرف التفاصيل، بيحمسوا بعض، قالوا ايه قبل المباراه؟ طبعا بيحمسوا بعض وعايزين يستمروا في الفوز عشان يفضلوا على القمه، وان شاء الله ده هيتحقق باذن الله من اصرار اللعيبه. وانت حضرتك شايف من نهايه الموسم اللي فات ومكملين بنفس القوه، وان شاء الله يكملوا باذن الله. تقولوا ايه لجماهير نادي الزمالك قبل القمه 123؟ ان شاء الله نفرحهم باذن الله. كابتن عمرو اداري فريق نادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هي دي روح نادي الزمالك، استعداد قوي جدا. اوضه اللبس اول مره بقاش فيه اخبار سلبيه كتير، الفريق الزمالك قفل على نفسه في اوضه اللبس، في تطور في المستوى، عشان كده ان شاء الله ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالناديين الكبار. خلينا كمان نطمن على النادي الاهلي من الناقد الصحفي الاستاذ احمد خالد، كان موجود النهارده داخل النادي الاهلي، ونقل لنا الصوره من داخل النادي الاهلي. استاذ احمد برحب بيك. مساء الخير يا كابتن شادي، ومساء الخير على كل مشاهديك الكرام. مساء النور. طمني على النادي الاهلي النهارده، كان في مباراه وديه، اتقال ايه من اللعيبه؟ وشوش اللعيبه فيها ايه؟ كلام موسيماني اكيد، جماهير النادي الاهلي حابه تعرف كل صغيره وكبيره عن النادي الاهلي. يمكن وديت النهارده شفنا مشاركه اللعيبه البدلاء اكتر، لعيبه كان في حماس من كل اللعيبه لحجز مكان في تشكيل الاهلي الاساسي قدام نادي الزمالك في ماتش القمه. يمكن شفنا مشاركه كهربا وطاهر محمد طاهر، دي كانت ابرز حاجه النهارده، وغياب محمد الشناوي، كانت الناس مستنيه ان محمد الشناوي يظهر في وديه النهارده. وانا باكد لك في برنامج اوضه اللبس ان كابتن محمد الشناوي هيكون حارس النادي الاهلي قدام نادي الزمالك، خاصه ان هو عاوز يحجز مكانه في تشكيل منتخب مصر اللي جاي. تمام. يعني محمد الشناوي حارس، باكد لك قبل برنامج اوضه اللبس ان هو هيكون حارس النادي الاهلي ان شاء الله، دي معلومه اكيده، يكون حارس النادي الاهلي قدام الزمالك ماتش يوم الجمعه اللي جاي. تمام. موسيماني قال لي لعبته ايه النهارده، كابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه، الكواليس ما بينهم وما بين بعض، الكلام داخل جدران النادي الاهلي. بص يا كابتن شادي، خلينا نتفق ان مستر موسيماني هيلعب بنفس طريقه اللعب اللي لعب بيها اول ماتشين، ويمكن هو ده كان تحضير لماتش القمه. لو لاحظنا برضه ان الاهلي بعد ما جاب الجون في البنك الاهلي، مستر موسيماني رجع لنفس طريقه اللعب، حمدي فتحي بينزل مع المدافعين، وبيبقى فيه اثنين السوليه وحمدي او السوليه وجنبه لاعب تاني نص الملعب اللي هو كان اكرم توفيق او ديانج، حسب الماتش الاسماعيلي الاولاني كان ديانج والماتش اللي فات اكرم توفيق. ده هيكون طريقه اللعب ان شاء الله يوم الجمعه. ممكن نشوف تغيير هو مشاركه محمد شريف، اللاعب الوحيد اللي شارك من التشكيل الاساسي اللي هيبدا يوم القمه هو محمد شريف، ده اللاعب الوحيد اللي ممكن نشوف التغيير مكان لويس مكيسوني. اما تشكيل الاهلي هيفضل بنفس قوامه الاساسي اللي شفناه في الماتشين اللي فاتوا قبل كده. ايه حقيقه البلازما اللي بياخدها محمد الشناوي؟ يمكن برضو معلومه انا عرفتها، يمكن كابتن محمد الشناوي اتحقن مرتين او ثلاث مرات بالبلازما للتجهيز لماتش القمه. واللي عاوز اكده برضو المزق اللي كان عند كابتن محمد الشناوي مزق من الدرجه الاولى، مش اصابه قويه زي ما الناس كانت فاكراها. كابتن محمد الشناوي يعني كان حابب وان هو ما يبداش النهارده،
خوفا ان يكون في اي برضه اي شد قبل ماتش القمه. ولكن اللي باكده لك تاني وتالت ان هو هيبدا في الماتش اللي جاي قدام نادي الزمالك، خوفا وحفاظا على مكانه في منتخب مصر. قصة كهربا انتهت. قصة كهربا انتهت، وعاوز اقول لك ان قصة كهربا مستر موسيماني كان ممكن ياخد قرار استبعاد اللاعب، لان هو متاكد ان هو اللي قال الكلام ده للصحفي. بس اللي عاوز اكده لك برضه، مستر موسيماني مش هياخد قرار ان هو يستبعد كهربا من القايمه خالص، لان كل الجماهير واعتقد كلنا مغلطين مستر موسيماني في طريقه الرد على الصحفيين، وفي طريقه التعامل، وفي طريقته في تناول المشكله بتاعه كهربا. واعتقد ان هو يعني مستر موسيماني عنده نسبه ذكاء كبيره جدا، ومش هيستبعد كهربا من الماتش ده، لان لو استبعده وما كانش فيه توفيق لا قدر الله للنادي الاهلي، ممكن الجماهير تلوم عليه في الجزئيه دي. منك النادي الاهلي النهارده كان عنده مباراه وديه امام المرج، قدر يفوز بهدفين لهدف، احرز الاهداف كهربا وحسام حسن. ايه الاستفاده وايه الطريقه، او كان بيستفيد ايه من مباراه النهارده؟ يمكن برضو اللي اتفرج على المباراه ما كانتش مذاعه، بس مستر موسيماني طبق نفس طريقه اللعب اللي هو بيلعب بثلاثه في وسط الملعب او بخمسه زي ما هو بيقول، لما الباكين بيخشوا لقدام اعتمد في الطريقه دي. مستر موسيماني النهارده كان همه الاول ان هو يجرب لعيبه الخط الامامي اللي هو طاهر محمد طاهر وكهربا، عشان يشوفهم ويدربهم على طريقه اللعب، لان هم ما شاركوش قدام الاسماعيلي والبنك الاهلي. ممكن يكون واحد منهم يعتمد عليه على دكه البدلاء، فهو جربهم في طريقه اللعب دي. وشفنا محمد شريف برضه، شفنا محمد شريف النهارده، يمكن ما شفناش باقي اللعيبه الاساسيه كلها، حتى حسين الشحات واللعيبه بتاعت وسط الملعب محدش شارك برضه. كان بيجرب قلبين الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه عشان يجهزهم لماتش القمه اللي جاي. استاذ احمد خالد ناقد رياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده كان الكلام داخل النادي الاهلي، والكلام قبلها مع الكابتن عمرو اداري الفريق عن نادي الزمالك. طب عايزين نسمع الجماهير قالوا ايه للمدير الفني للاهلي، وقالوا ايه للمدير الفني لنادي الزمالك. نروح نشوف جماهيرنا الرسائل اللي وصلوها للمديرين الفنيين للناديين الكبار، ونرجع لحضراتكم. الجرعه طبعا كانت تمتاز بالشفافيه وحضور جرعه علنيه واحنا موجودين كلنا، ودي حاجه ايجابيه. اما اللي هو الكاس ما انتهاش، وهنلعب اتحدد الميعاد خلاص يعني، فان شاء الله هتبدا يوم 8 و9 المباريات الاسبوع الجاي، 6 مباريات، وبعد كده الاسبوع اللي بعديه هيكمل باقي المباريات الادوار التمهيديه ان شاء الله. والله التنظيم كويس وكل حاجه، بس القرعه كانت صعبه شويه. هنلاعب نادي المنيا، نادي المنيا اول مجموعه الصعيد حاليا، يعني فايز في كل الماتشات معاهم، مدرب كبير كابتن شديد قناوي، وان شاء الله احنا برضو يعني نادي كبير، ونادي لافينا ده الاسيوطي سابقا الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت كنا في الكاس ماشيين كويس، وصلنا لحد دور ال 32 ولعبنا النادي الاسماعيلي وعملنا ماتش قوي جدا، فان شاء الله يعني نكرر التجربه تاني ان شاء الله، ونتاهل لدور اعلى من دور ال 32 ان شاء الله، ونواصل ان شاء الله المسيره يعني. بصراحه كابتن احمد مجاهد يعني في بس بالاوله ملحوظه عليه، يعني انا عايز اقولها الاول، وفي 3 ماتشات لسه في كاس مصر اللي هو الحالي دلوقتي، لسه في 3 ماتشات لسه ما خلصوش، وانت بتعمل كاس مصر الجديد ده ينفع؟ مفيش دوري في العالم بيشتغل كده، واي حد ناقد رياضي او حد في المجال الرياضي هينتقد هذا الحدث على مستوى افريقيا او مستوى اسيا او مستوى جميع الدوريات في العالم يعني. اما عن المجموعه النهارده والقوعه اللي قامت، هي بصحه ربنا حاجه كويسه جدا، لان طبعا في لاول مره في التاريخ برضك فرقه من القسم الرابع تشترك بعدد كبير في القوعه. انا النهارده يعني قوعتي جت مع نادي النصر، نادي النصر فريق كبير
ليه اسم كبير طبعا وبيكا بيلعب في ممتاز. بيتمنى ان ربنا يوفقنا ونعدي المرحله ديت عشان نروح الماتش الثاني. والله يمكن ده تقريبا اول موسم في تاريخ لجنه مسابقات واتحاد الكوره ان هو يشرك انديه الممتاز به في بدايه القرعه. كان تقريبا كان دائما بيحصل ان انديه القسم الثالث بتصفي مع الرابع مرحله اولى ومرحله ثانيه بعد كده بيدخل القسم الثاني، لكن تقريبا كده ان الموسم ده عشان عدد الفرق قليل فدخلت انديه القسم الثاني من بدايه الدور التمهيدي الاول، وده طبعا هيدي انطباع قوي جدا للمسابقه السنه دي. انا متوقع طبعا وانت عارف ان الكاس دايما بيحصل فيه تغيرات مالوش كبير الكاس، لكن انا اقول ان القرعه النهارده بدايه قويه، النهارده فرق قويه جدا في البدايه ممتاز بيه مع بدايه المسابقه ومع بدايه دور التمهيد الاول هيدي انطباع قوي جدا. كاس مصر الموسم اللي فات لسه ما انتهاش، لكن اجبرنا على اقامه القرعه الموسم الجديد، جينا وحضرنا، تنظيم كالعاده محترم، الدنيا كويسه، ربنا يكرم ان شاء الله الفرق المشاركه كلها، واتمنى حظ موفق لنادي الشمس ان شاء الله باذن الله. محتاجين يبقى في توقيتات منظمه ويبقى في بلان من اول السيزون يعني، ويبقى كل حد عارف، انما طبعا الموضوع بشكل ما نقدرش نديله درجات عاليه في النظام، لازم يبقى كل نادي عارف من بدري يعني، زي اي اللي مش عاوز اقول بقى اوروبا او الدول اللي هي المتقدمه في كره القدم يعني، لا الدول دلوقتي العربيه منظمين جدا، بتبقى داخل عارف السيزون بتاعك امتى، الدوري امتى بدايته وانطلاقه وكاس مصر، فكل حاجه بتبقى في توقيتاتها ومنظمه، وبتساعد الاجهزه الفنيه والاداريه انها تشتغل وتحط البلان اللي يناسب التوقيت يعني. كان الاول بيهتموا بالدخول في الكاس عشان كان ده بيديهم صوت في الاتحاد، دلوقتي في لائحه جديده ما بقاش في صوت للاتحاد بالنسبه، اما بقاش شرط ان هو الاشتراك في الكاس بقى في شروط ثانيه، وبالتالي بقى الاقبال على الكاس قليل، لان برضو الكاس بيعطل في الدوري، يعني احنا كنادي العبور انضرينا من وصولنا لدور ال 32 سنتين في الكاس، السنه اللي فاتت لما قابلنا بيراميدز والسنه اللي قبليها لما قابلنا سموحه، دي عطلتنا في الدوري وخلتنا ما نقدرش نصعد يعني. فانا شايف ان السنه دي احنا طبعا صدمنا بوادي دجله في البدايه، لكن بالنسبه لنا خير ان شاء الله باذن الله، وفي فرق كتير قوي كبيره هتخرج من الدوري من الكاس في التمهيد ان شاء الله. ويراوغ ويصوت جول جول لنادي الزمالك، الزمالكوية التصويب، جول بركات بركات بركات. انا اقول لموسيماني مش في ماتش القمه بس، انا اقول له ان انت موجود في اكبر نادي في القاره الافريقيه ومعروف على مستوى اوروبا، بنتمنى منك ان انت تحقق نتائج واداء مع النادي الاهلي، وكل الجماهير هتبقى في ظهرك وهتساندك مهما كان، ان كنت كسبت او خسرت مهما كانت البطولات، بس احنا في ظهرك وعايزينك تبقى دايما مع الاهلي. يحافظ على التشكيل ويثبته شويه، النجوم الجداد كويسين وكل حاجه، بس تثبيت التشكيل كويس لمصلحه الفريق. عايزك تركز بس يعني، هو حته بس انه يقعد يركز وبلاش يبقى يعني ينشغل انه يقعد يكلم الاحتياطيين ويسيبهم الفرقه، وبعدين يبقى واقف مصحصح شويه يعني، يبقى واقف يعني بيديهم تعليمات، لان انا في رايي ان هو المدرب شخصيته ضعيفه شويه، وده يعني منعكس على اداء اللاعبين في الملعب، لازم يبقى اجمد من كده شويه يعني. مانويل جوزيه ماتش الزمالك 6-1 بعد الماتش داخل اوضه اللبس، اللعيبه فاكره ان هو هيقول لهم بقى هايل وبرافو كده، مسح بيهم الارض زي ما بيقولوا يعني، قال لهم ازاي ما تكسبوش 7 و8 و9، في امكانكم ان انتوا تدوسوا على الفريق اللي قدامكم تحققوا نتيجه تاريخيه، ليه ما بتعملوش كده؟ لا انا بحب موسيماني الصراحه، اقول له كيب موفينج وزي ما انت يعني، بلاش ريسك عشان ماتش الاهلي والزمالك ما فيش فيه رعونه، لا ده فيش، بلاش ريسك. عماد متعب، عماد متعب، وهي هوبا والهدف، الله 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 الله، فكيت النقص يا ابني، فكيت النقص يا ابني، حلوه 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 حلوه، لما بشيكابالا والتاني على شماله والتالت على شماله، هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا، يخرب عقلك يا راجل. اوجه رساله لمستر كارتيرون ان هو يثبت التشكيل، ان هو طبعا حته الحوافز عنده دي بصراحه بيوصلها لعيبه بشكل كويس قوي.
شايف ان هو لازم يبدا شويه يعني متماسك دفاعيا، بلاش قصه الهيد لاين، لان لما بتلعب على خط واحد او بتلعب على مسيره التسلل النادي الاهلي بيعرف يعملها كويس قوي. محمد شريف بيعرف يستغل المساحات ويلعب على الاوفسايد جيم كويس قوي. يعني اولا ما يلعبش دفاع، يعني يبدا بهجوم، لان الماتش طبعا بهجوم هيطلع نتيجه كويسه طبعا. هو يلعب على زي ما كان بيلعب الاول في ماتش السوبر المصري في الامارات، ويبقى لغايه مستحوذ وان شاء الله يحرز اهداف. يعني اقول له خلي بالك من الزمالك عشان كعبه عالي، اقول له ما تعملش زي الماتش اللي فات اللي احنا نزلنا دفعنا فيه قصاد الاهلي لحد ما اتخطفنا بجونين، وكنا ممكن نتعادل الماتش ده، ويلعبوا عادي، يلعبوا لعبهم الطبيعي يعني، وان شاء الله باذن الله نكسب ان شاء الله. ويراوغ وسام جول، جول لنادي الزمالك، الزمالكوية التصويت، جول بركات بركات بركات. دي كانت نصائح للجمهور من الجمهورين للمدير الفني النادي الاهلي ومدير الفني النادي الزمالك. مهم جدا بنشارك الناس كلها معانا، جماهير النادي الاهلي بتقول لموسيماني يركز، بتقول لموسيماني ثبت التشكيل، جماهير الزمالك بتقول لمدربها ثبت التشكيل، عايزين انتصار، عايزين نفوز، عايزين نحافظ على المستوى الرائع. دايما كل الناس بتتكلم في القمه 123. خليني اقول لحضراتكم النتائج قبل كده او التاريخ فيه ايه. النادي الاهلي فاز 46 مره، نادي الزمالك فاز 27 مره، التعادل في 49 مره. يا ترى الجمعه في ايه؟ ايه مين هيكسب؟ مين هيتعادل؟ مين هيخسر؟ الله اعلم. احنا هنقول ساعتها ده فاز ليه وده خسر ليه. عشان كده النادي الاهلي ونادي الزمالك قمه ولا اروع، ويا رب يا رب المباراه تطلع بالشكل اللي يليق بالكرة المصرية في ظل البداية الموفقة جدا السنة دي. كمان الجمهورين اللي هيحضروا ممكن مش كتير، بنتكلم ألف وألف. أتمنى كل جمهور شجع فرقتك، ملكش دعوة بالمنافس، جمهور نادي الأهلي يعمل كده، جمهور نادي الزمالك يعمل كده، واللي يكسب هنقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك وتتعوض. دي كرة القدم، وده اللي احنا اتعلمناه من كرة القدم. أكيد هنتكلم كتير عن القمة بكرة، ونحاول نجيب لكم التشكيل الفرقة هنا وهنا، ولكن عندي موضوع عايز أتكلم فيه النهاردة فيما يخص اللي احنا عرضناه من شوية، قرعة كاس مصر. قرعة كاس مصر، طيب عايز أقول، وده الغريب دايما بالنسبة لي، يعني بعمل القرعة النهاردة والكاس اللي قبليه مخلص، السوبر متلعبش، بتاع الكاس اللي قبليه والسوبر اللي قبليه، فبعمل قرعه. هتيجي تقول لي دي الفرقه التمهيديه، طب ما هو الناس اللي حضرت في الفيديو اللي شفتوه من شويه قالوا ايه؟ قالوا احنا مش عارفين هو بيتلعب ليه دلوقتي. فخلاص نلعب كاس مصر في القسم الثاني والثالث، وهو مش مهم بقيه الانديه، ونقفل على كده. في حاجات محتاجه نظام. ليه دايما اشوه الشكل الحلو؟ ليه استعجل كل حاجه بسرعه؟ اسيب حاجه للناس اللي تيجي اللي جايه تشتغل؟ ما هو في انتخابات هتبقى موجوده، فالناس تيجي هي اللي تختار مدربينها في الفرق اللي لسه ما عندهاش مباريات دلوقتي. لو في كاس محتاج تنظيم بشكل مختلف، يعني على سبيل المثال اقول لحضراتكم بالنسبه لي، وانا مش هخفي عليكم حاجه، رابطه الانديه عاملة بطولة اسمها كاس الرابطة، فيها مكافآت وفلوس لكل الفرق عشان هتلعب باللعيبة المحلية في ظل توقف الدوري شهر 1 و2 مع المنتخب. حلو؟ لما انا النهاردة اعمل قرعة الكاس ويتلعب الكاس في تضارب، هو انا هنا بقول لهنا مش عايز البطولة دي؟ ما الاندية كلها وافقت، الاندية كلها وافقت ومرحبة. ليه؟ عشان فيها مكافآت وخلاص، واقل انت النهارده هجهز اللعيبه اللي هي بتلعب اقل، واعداد كويس جدا، واعداد كويس جدا. فاجي النهارده اعمل قرعه لكاس جديد والقديم مخلص، خلاص عايزيننا نقول كويس؟ مش عايزيننا نقول حاجه عن اتحاد الكوره؟ طب خلاص تمام، كويس اللي انتوا عملتوا القرعه، كويس اللي راح فرق معترضه اساسا اللي انت تبتدي دلوقتي،
وده اللي احنا مش بنحبه، وده اللي احنا مش عايزينه. عايزين الكل يبقى مترابط. خلاص قلنا رابطه الانديه، يبقى رابطه الانديه عامله كاس الرابطه تمام زي الفل، فيها مكافئات والناس يدخل لها فلوس، ده حاجه محترمه وفي مكافئات، حاجه محترمه جدا بموافقه الانديه. انا بعمل قرعه النهارده حاجه غريبه عجيبه كالعاده. الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه، عايز اتكلم في قصه شيكابالا باستفاضه شويه، واحكي لكم بعض التفاصيل اللي مش عند ناس كتير. شيكابالا لجأ للتسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه، تمام؟ لجنه التسويه والتحكيم قالت لشيكابالا يلعب، راح القرار لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره قال لشيكابالا لا، العقوبه زي ما هي. نادي الزمالك ابتدى يتحرك ويبعت للاتحاد الكوره عايز يستفسر، ثم كمان النهارده سياده الوزير كان عايز يستفسر من قصه شيكابالا. شيكابالا بيعمل ايه؟ هو بصدد، هو لجأ هنا او هيلجأ للقضاء الاداري وبيجهز ملف ده من الكواليس، ثم بعد كده هيلجأ لبره عشان ما ينفعش تاخد الخطوه بره لغير لما تلجأ للخطوه دي. وهو لجأ من الاساس لجنه التسويه والتحكيم. طب هل بقى السؤال هنا لجنه التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه قراراتها ملزمه؟ ما تعرفش. ودنك منين يا جوحة؟ بجد. طب بسترجع الماضي وهكون امين في كل حاجه في الموضوع ده بالذات. لما يجي موضوع عبد الله السعيد، لجنه التسويه والتحكيم اقرت اللي لازم يدفع فلوس النادي الاهلي، مستحقاته مع النادي الاهلي، لا مفيش حاجه حصلت. لما نيجي نرجع لقرار المهم جدا لحضراتكم وكان اللغط والناس كلها عماله تتكلم عليه، قرار بتاع مسابقه 99 مين بطل الدوري واللوائح بتقول ايه، لجنه التسويه والتحكيم قالت لك الاهلي هو بطل البطوله، ثم مفيش حاجه اتنفذت على ارض الواقع. طب هي قراراتها ملزمه ولا قراراتها مش ملزمه؟ طب هل اتحاد الكوره هيشيل عقوبه شيكابالا؟ وهل شيكابالا في التحرك بتاعه اللي هو بيفكر فيه بشكل جدي جدا وهيعمله، هل ده هيلغي العقوبه؟ ما تفهمش. هل الاتحاد الكوره القرار اللي جاي له هو ملزم بيه ويوافق عليه وينفذه النهارده قبل بكره ومش عايز ينفذه ليه وفي خناقه في الكواليس؟ انا مش فاهم. هو احنا ليه مش بنطبق اللوائح؟ هو مين اللي معاه القرار؟ هو مين سيد قراره؟ أنا بجد في حاجات محتاجة تظبيط شوية. ولو شيكابالا نجح في اللي هو هيعمله، ومن ضمن كواليسنا أيضا إن بيطالب بتعويض للوقت اللي هو تضرر فيه، بيطالب بتعويض للوقت اللي هو تضرر فيه. ليه؟ لان النهارده لو انت رجعته هيبقى في طبيعي وقفته ليه. شيكابالا بيستند على ايه؟ انا اقول لحضراتكم، بيجي يقول لك مفيش عقوبه من غير ما يتحقق معايا، ما يتحققش معايا، وبيستند لكلام استاذ احمد مجاهد في الكواليس لما عمل مداخله في احد البرامج وقال اللاعب ما شتمنيش، وقال هو قال لي انا اهلاوي، اللي انت بيتهم اللي هو أهلاوي. فدي مش شتيمه يعني، فاللاعب بيستند لده فبيقول لك هو قال كده ما شتمنيش. فاللعيب من وجهه نظره بيقول لك 8 ماتشات كتير ليه عملت ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اللاعب عاوز يلعب بعد ما سمع المداخله دي، وناديه ابتدى يتحرك بقوه في كل الاتجاهات الايام اللي فاتت دي، سواء في مع سياده الوزير او سواء مع اتحاد الكوره او سواء مع رابطه الانديه او سواء في اللجنه الاولمبيه. مين صاحب الحق؟ مين اللي غلطان؟ الوقف هيتشال؟ لا مش هيتشال. شيكابالا هيلعب؟ لا مش هيلعب. للاسف اللوائح هي لو بنطبقها صح وعارفين مين صاحب القرار كنا هنقول بكل قوه، لكن بقينا زي شيكابالا كده بالظبط قاعد، ولا فاهم هيلعب ولا مش هيلعب، ولا فاهم القرار فين، ولا فاهم اتحاد الكوره هيلعبه ولا لا. ليه الحاله دي؟ بالظبط زي ما قلت من شويه، زي دوري 99 بالظبط. فمين البطل؟ بطوله بتتلعب لغايه النهارده مش عارفين مين البطل. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير،
طبقوا اللوائح يا جماعه، اللي يتفق عليه يتنفذ، اللي يتفق عليه يتنفذ، ونبقى ايد واحده. رابطه الانديه تقول في رابط كاس لرابطه الانديه او 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 في بطوله هتتعمل في توقف الدوري وتجمع المنتخب نلعب، طالما الانديه كلها موافقه، امال انا جاي اتمثل الانديه ليه؟ اروح انا بقى اعمل قرعه للكاس. سمك لبن تمر هندي بالظبط، ما تبقاش فاهم حاجه، بس الايام اللي جايه هتبين هيتلعب البطوله ولا لا، ولا الكاس هو اللي هيتلعب. بس مش عارف برضه، هنا السؤال، الكاس اللي فات ده مصيره ايه؟ مصيره ايه؟ وشفتوا المشهد القرعه، والله ما بهاجم حد، والله ما بهاجم حد. القرعه بتحصل فرئيس الاتحاد بيكتب، انا ممكن اعيد الصوره تاني على فكره، مين مع مين ومش... رئيس الاتحاد قيمته اكبر من اللي هو يكتب مين المباريات. كرسي الاداره انا بدير، بقعد اشوف المشهد اتعمل بشكل كويس ويبقى فيه اعلام موجود والجماهير بتشوف الشكل الحلو زي ما احنا متعودين. لو عرضت الصوره تاني، انا بتكلم والله، والله ما بهاجم، والله تاني ما بهاجم حد. يعني بص يا جماعه، نادي البداري اكتب يا استاذ احمد، نادي مين العبور، نجوم مصر نكتب. هو ده الاعلام يركز على بطوله الكاس؟ لا، مش ده المشهد. بمنتهى الأمانة، بمنتهى الأمانة. وكمان أنا عايز أقول لحضراتكم، اللي كان ممنوع من مؤتمر حضور أي كاميرات وحضور أي، الناس كانت بتستنى بره الاتحاد عشان تسجل مع الناس. المبنى ده ملك كل الرياضيين، المبنى ده ملك كل الرياضيين، مش ملك حد، مش بتاع حد. مش مكتوب في البطاقة لحد اللي ده بتاعك طول ما أنت فيه. انت جاي تخدم الرياضة المصرية بالكامل بالضوابط بتاعتها ولوائحها، وتخدم كل الاندية. وسائل الاعلام من حقها تعرف المعلومة الصحيحة عشان تنقل للناس المعلومة الصحيحة، من حقها تتكلم مع الناس، ومن حقها تدخل، ومن حقها تشوف كل صغيرة وكبيرة عشان تنقلها. احسن ما اطلع هنا واجود وتقول لي كلامك غلط ولا ايه؟ العمل التطوعي للاسف فاهمينه غلط، بس انا حبيت اوري حضراتكم المشهد وهرجع اسال تاني، هو الكاس فين اللي فات؟ تعرفوا حاجه؟ احنا لما حد يعرف يبقى يقول لنا بجد، والله اتحاد الكره نفسه اتوقع او 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 اجزم اللي هو فعلا ما يعرفش. كمان عايز ارجع لقصه كنت اتكلمت فيها من شويه، قصه البلازما واللي انا احقن لاعب والكلام ده كله، انا بتكلم بمنتهى الامان. كل نادي حر، بس انا بتكلم بشكل عام. علي معلول غاب وكان بيتقال في المده اللي هو اخذ حقن في كاس العالم للانديه لو تتذكروا، حقن علي معلول ثم غاب 4 شهور. اللاعب مش سليم 100%؟ حتى لو لاعب عنده اصرار وعنده روح اللي هو يلعب، ما يلعبش، ما يلعبش. ليه؟ لان في مباريات لا تحتمل الخطا. زي القمه زي ما انا بتكلم. رغم الاستاذ احمد خالد اكد ان محمد الشناوي هيلعب، لكن لما تسألني شخصيا ده مش صح، مش صح، مش صح، لأن الإصابة العضلية حتى لو هي درجة أولى واللاعب رجع استعجل في المزق ولعب واستعجل، لما بيجي لو لا قدر الله اتصاب تاني بتقعد وقت أطول وتتعالج أطول. فحتى لو هو بسيط على فكرة، فدي حاجة متعارف عليها وحاجة معروفة، أنا ما بتكلمش بجيب كلام من عندي على فكرة، الكلام ده معروف للناس كلها. فلازم المدير الفني يلعب اللعيب السليم 100% 100%. محمد الشناوي سليم 100%؟ لا يلعب. مش سليم 100%؟ لا ما يلعبش. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها، عايز اتكلم على بنسبة كبيرة جدا، كنت عرضت امبارح واتكلمت مع حضراتكم في نادي الاسماعيلي اللي هو يعز على قلبنا كلنا، واحد من الاندية الشعبية اللي احنا بنحترمها ونقدرها لتاريخها وجمهورها، الدراويش. وما ادراك ما الدراويش. الدراويش بيبتدي بداية سيئة كالعادة في الدوري العام. هتقولوا لي انتخابات ومش انتخابات، اساسا الجمعية العمومية لنادي الاسماعيلي عددها قليل جدا جدا جدا. جاء يحيى الكومي رئيس لنادي
الاسماعيلي. يحيى الكومي صرح تصريح امبارح قوي جدا وقال انا عايز مدير فني بيضحك فكاهي وكابتن طلعت يوسف قيمه وقامه. كلنا ما نختلفش على قيمه الكابتن طلعت يوسف واخلاقه قبل تدريبه. فلحتى لما اجي اصرح عن مدير فني بالشكل ده لازم اخلي بالي. عشان في الاول وفي الاخر اكيد ليه شرط جزائي وانا عندي الامور الماديه صعبه. فلو انا عايزه يمشي ممكن بالتفاهم بالرضا لان الكابتن طلعت يوسف محترم. فلما اجي اصرح تصريحات زي دي واقول انا مش عايز حد مصري ولا وهيمشي والكلام ده وانا عايز واحد فكاهي و و فهيصر على فلوسه وانت اساسا الخزنه فاضيه. فما ينفعش كمان اللي انت تتكلم على مدير فني محترم بالشكل ده بصراحه بصراحه بصراحه. طيب بيفكروا في ايه في نادي الاسماعيلي؟ عشان برنامج اوضه اللبس بيحاول يكون موجود في تفكير كل اوضه لبس في مصر. مرشح بقوه الكابتن حمزه الجمل لتدريب نادي الاسماعيلي. الكابتن حمزه الجمل مرشح بقوه لتدريب نادي الاسماعيلي. كابتن حمزه كان موجود مع المقاولين عمل شغل كويس، كان بيسافر عمان بيعمل شغل كويس، واحد من المدربين اللي بتحترم نفسها قبل اي حاجه. ده حتى اللحظه دي حتى اللحظه دي حتى اللحظه دي على مسؤوليتي اللي بقوله كلام على الكابتن حمزه ومعاه مدير كوره احمد سمير فرج او في لجنه فنيه هتبقى موجوده ممكن يبقى فيها كابتن محمد صلاح ابو جريشه، ممكن في مدرب عام مع الكابتن حمزه الجمل محمد صلاح ابو جريشه او حمص يبقى موجود زي ما هو. ده الكواليس جوه اسماعيليه. دي كانت اخبارنا النهارده وكان كلامنا عن النادي الاهلي والزمالك. انا قلت لكم اوضه اللبس برنامج ملك للجماهير، مش من عادتي اللي انا بعيد حاجه مره ثانيه، انا من عادتي اجدد ومن عادتي اللي انا نشوف الجديد ايه وتقارير جديده ودي روحنا جوه اوضه اللبس طول الوقت. ولكن من كتر الرسائل اللي جات لنا ومن كتر حضراتكم بعتوا لي حتى على تليفوني الشخصي وعلى صفحه اوضه اللبس وعلى صفحه قناه النهار، اللي انا عايز اقوله ان هعيد تقرير الشارع مره تانية بناء على رغبه حضراتكم. كان عندنا امور تانية جدا هنعرضها وتقارير تانية، ولكن احنا بنحترم المشاهد وبنقدر مشاهدي اوضه اللبس، عشان كده ما نقدرش نرفض لحضراتكم طلب. هروح اشوف تقرير الشارع وهرجع تاني لحضراتكم. هنكون موجودين في الشارع وسط الناس. اكيد النهارده مكان جديد، النهارده مكان مختلف، عايزين تعرفوا فين؟ اكيد في شارع الملك فيصل. يلا بينا نروح نشوف الناس هتكسب ايه النهارده معانا في اوضه اللبس. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي طبعا. زملكاويه؟ اه زملكاوي، لو زملكاوي بس بحبك. حبيبي. 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 طيب هسألكوا سؤال فكروا ولو جاوبتوا عليه في تيشيرت الزمالك هديه. تمام؟ جاهز؟ طيب نادي الزمالك اخد كام بطوله محليه؟ دوري وكاس وسوبر. 33 بطوله، 42 بطوله. كام بطوله؟ في الرينج ده 40 42. الاجابه غلط. هتعرف في البرنامج في اوضه اللبس الاجابه الصحيحه. لو جاوبت على السؤال اللي هقوله لك هتكسب معانا تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي اخد كام بطوله محليه؟ دوري كاس سوبر. كلهم مع بعض حوالي عن 62 كاس ودوري. انا اسف، كان نفسي تكسب معاه. الاهلي اخد كام بطوله محليه؟ دوري وكاس وسوبر. 97 ممكن. للاسف الاجابه غلط. جاهز؟ اه جاهز تحت امرك. حافظ تاريخ النادي الاهلي؟ هو النادي انا مشجع النادي الاهلي من وانا عندي 12 سنه. تمام. الاهلي اخذ كام بطوله
محلية دوري وكاس وسوبر. فاجئتني. نفسي تشيرت الأهلي لكن معلش معلش المرة الجاية ما ننزل فيصل تكسب معانا مرة تانية. زملكاوي ولا أهلاوي؟ زملكاوي. اتفرج على أوضة اللبس؟ اتفرج على أوضة اللبس. السلام عليكم. زملكاوي ولا أهلاوي؟ الزمالك أخد كام بطولة محلية دوري وكاس وسوبر ومعاك 10 ثواني. لا مش متذكر بس هما حاجة وعشرين. للأسف كان نفسي تاخد تيشيرت الزمالك. حضرتك الأهلي أخد كام بطولة محلية دوري كام عددهم دوري وكاس وسوبر مصري؟ ممكن 100 حاجة وعشرين ده اللي أقدر أقوله. أكتر من كده لا صعب. سؤال صعب. الزمالك أخد كام بطولة محلية سوبر مصري كاس دوري؟ هو دوري 13 مرة. ماليش دعوة كلهم كام محلية. يلا عايز تكسب التيشيرت. مش عارف ادخل في الموضوع على طول. على طول ماشي. نادي الزمالك اخد كام بطولة محلية دوري وسوبر وكاس؟ لو قلت لي صح هتكسب معايا تيشيرت الزمالك. دوري وسوبر وكاس 46. هو كده 46 47 مش بعيد قوي يا جماعه. للاسف لا. للاسف لا بالظبط. في حاجه جميله في فيصل اهلي وزمالك. لا كل ما ادخل محل اهلي وزمالك. خليني اسالك سؤال للنادي الاهلي لو جاوبته هتكسب معايا تيشيرت الاهلي. اتفضل. تمام تمام. جاهز؟ جاهز. طيب النادي الاهلي كسب كام بطوله محليه سوبر دوري كاس؟ هو الاهلي خد 42 دوري و36 كلهم على بعض كده هو 136. كان نفسي تكسبه معانا. اتفرج على اوضه اللبس. بتفرج كان كابتن احمد حسام ميدو وانت جيت نورت البرنامج حبيبي. مع كابتن احمد فتحي. عجبك البرنامج؟ اكيد طبعا. بجد والله؟ اكيد طبعا. تقعد على كرسي الاعتراف؟ اقعد على اي كرسي في الدنيا. هتقدر؟ انا اشتغلت مذيع ومحلل ابقى احسن منك حبيبي. والله انت عسل. في كباتن كتير في التلفزيون بتحلل. انا لو حللت عندي رؤى فنيه احسن منهم. والله رايك مش على فكره مش هشيل لك كلام. اتفضل اسال في اللي طب. انت عايزه. انت مش اهلاوي؟ اكيد. طيب هسالك سؤال ولو جاوبته معاك 10 ثواني هتكسب معانا تيشيرت الاهلي. موافق؟ اتفضل. جاهز؟ اتفضل. يا اكبر محلل. اتفضل. جاهز؟ اتفضل. النادي الاهلي النادي الاهلي اخد كام بطولة محلية دوري وسوبر وكاس؟ الاهلي عنده 42 دوري. ماليش دعوة اقول كلهم عددهم كام. لا كلهم صعب. في فقرتنا ما عندناش اهلاوي ولا زملكاوي ولا ما عندناش الوان. احنا نازلين الشارع بشكل مختلف بنسأل بشكل عشوائي. السلام عليكم. سلام. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طيب جاهز؟ عندي سؤال لو حضرتك جاوبته هتكسب معانا تيشيرت الاهلي ان شاء الله. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. الاهلي كسب كام بطولة محلية دوري وكاس وسوبر؟ 95. 95 اخر كلام؟ اخر كلام ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كان نفسي تكسب معايا. يلا يامك يا كابتن. انا حتى لو كسبتها هدية مني ليك حبيبي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. واسم سيد معوض. اسمك سيد؟ لا قوله تاني. سيد معوض. حلوة دي. طيب يا سيد يا معوض عندنا سؤال حضرتك لو جاوبته هتكسب معانا تيشيرت الاهلي. جاهز؟ قول ان شاء الله باذن الله. الاهلي كسب كام بطوله محليه دوري وكاس وسوبر مصر؟ 42 و9 و51 و51 و9 62. للاسف يا كابتن سيد يا معوض الاجابه غلط. بصراحة أنا عن نفسي مبسوط جدا إن أنا وسط الناس وده دورنا اللي احنا هنعمله في البرنامج اللي احنا نتواصل مع الناس. الفكرة مش فكرة جوائز. فكرة إن احنا نسمع الناس والناس تتكلم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ شادي عامل ايه؟ زي حضرتك حبيبي ربنا معجبين بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ اسمي جاسم محمد. اسمي جاسر محمد. جاسر؟
حضرتك محمد حسن. محمد حسن مجنون حضرتك جدا والبرنامج الجديد يا كابتن. الف الف مبروك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يخليك. متابع اوضه اللبس؟ طبعا، وبالذات الحلقه بتاعت كابتن احمد فتحي كانت حلقه مميزه، والفقره بتاعت كرسي الاعتراف حضرتك بسم الله ما شاء الله عليه عجبتك؟ فقره جديده وفقره كويسه جدا، فربنا يكرمك وبالتوفيق على طول يا كابتن. طيب خليني اقول لك على احنا عاملين جوائز لاي جمهور، يعني حضرتك مثلا اهلاوي هتكسب تيشيرت الاهلي، زملكاوي تكسب تيشيرت الزمالك، اتحادوي تكسب تيشيرت الاتحاد. انت بتشجع ايه؟ الاهلي طبعا يا كابتن، ابا عن جد طبعا اهلي. وانت؟ اهلاوي طبعا. برضو مش زملكاوي؟ صغري. زملكاوي؟ لا طبعا. ها؟ لا طبعا، عمري ما شجعت. انت بتقلد حسين السيد ولا ايه؟ طيب انت اهلاوي قلت لي. تمام. طيب جاهز للسؤال اللي جاي؟ ان شاء الله جاهز اكيد. طيب الاهلي اخد كام بطوله محليه؟ دوري وكاس وسوبر. يعني هو الدوري 42 صح؟ تمام. والكاس 37. الكاس برضه متابع. 37 كام؟ 37 الكاس. والسوبر كده احنا فاضل سوبر محلي صح؟ السوبر 11. يبقى كام كله؟ 37 و 16 ثانيه. 90 احسب كويس. 90 احسب كويس. 90 هكذا. مبروك كسبت تيشيرت الاهلي معانا، ودي اول جايزه النهارده. اتفضل. الف الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. ازيك؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. منور الدنيا والله حبيبي. عامل ايه؟ الله يكرمك. كله تمام؟ كله تمام. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. قوي؟ انا طبعا احب الزمالك، بس احب الكره الحلوه. الزمالك اهم حاجه عندي يلعب، يكسب يكسب ما تفرقش معايا، احب الكره الحلوه. تمام. طيب هسالك سؤال لنادي الزمالك، ولو انت جاوبت عليه هديك تيشيرت الزمالك. النادي الزمالك اخذ كام بطوله محليه؟ دوري، سوبر محلي، كاس. 44 بطوله، 13 دوري، 27 كاس، 4 سوبر محلي. انت متاكد؟ انت سريع قوي. متاكد. ازاي متأكد؟ ما احنا كل ست سنين بناخد دوري. لا ماليش ده. حلوه دي. طب اسالك ثاني، كام انا؟ 27 كاس، 13 دوري، 4 سوبر. الف الف مبروك، كسبت معايا تيشيرت الزمالك حبيبي. الف 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 مبروك حبيبي. حبيبي مبروك. مبروك. انا هسالكم انتوا الثلاثه سؤال واحد. انتوا اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا اهلاوي. انا زملكاوي. اتحادي ومن اسكندريه. بجد والله؟ اسكندراني ان شاء الله. الاتحاد ده زعيم الصغر. ايوه طبعا، سيد البلد الاتحاد ده. كابتن جارم وكابتن بوبو. جارم شحت الاسكندراني. اسكندراني الجيل القديم، وعادل البابلي والجماعه دول يعني بتوع زمان. كابتن حسن حمدي عارفينه طبعا. تمام. قعد كام سنه رئيس للنادي الاهلي؟ صراحه مش عارف، يعني هو ممكن 20-25 سنه في الحدود دي. ممكن 20-25. للاسف الاجابه غلط. برنامج اوضه اللبس بنتكلم حلقات، لسه البرنامج ظهر بشكله الجديد. قول لي انطباعك عنه، شايف في تغيير في البرنامج، حابب فقره الشارع اللي احنا بقى موجودين وسطه دي؟ اقوى فقره حضرتك عملتها فقره الشارع، لان الجمهور هو اللي بيعمل كره القدم في مصر وفي العالم كله، فلازم الجمهور يبقى ليه اراء في كل حاجه. لازم حضرتك تنزل الشارع، وكل المذيعين وكل الكرويين ينزلوا الشارع يسالوا الجمهور، عشان احنا اللي بنقول كل حاجه عن الكوره. احنا بنفهم كوره زينا زي مدربين كتير وزي لعيبه كوره كتير، واحنا بنحب النادي الاهلي. خليني بقى اروح للسؤال. عندي سؤال، اختاروا لي ثلاث لعيبه اسميهم متكرره في الدوري المصري. عندنا كذا مثال، عندنا حسام حسن سموحه ودلوقتي في الاهلي طبعا، ان شاء الله يبقى الهداف في الاهلي بامر الله. معانا حسام حسن الكابتن التاريخي للمنتخب مصر طبعا، ومعانا ابراهيم حسن، وابراهيم حسن برضو بيراميدز. ابراهيم حسن بالظبط كده. ومعانا احمد حسن استاكوزا والكابتن الصقر طبعا، كابتن احمد حسن. وفي امثله كتير. برافو عليك، كسبت معانا كوره من اوضه اللبس. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا. عدى الاسبوع الاول من الدوري، ايه رايك في الدوري بشكل عام؟ ايه رايك في الرياضه في مصر؟ قرار عوده الجماهير.
هو الحمد لله النهارده انا لسه جاي متفرج على ماتش بيراميدز مع المقصه، وشايف ان في شغل، والحمد لله الكوره متقدمه والكوره كويسه. مباراه الزمالك امبارح مع ايه كانت جميله برضو، يعني وعوده عمر السعيد ادانا يعني فرصه كويسه. يعني لا ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي حضرتك. وبتاخدني بالحوض دي؟ لا انا احبك عشان انت عارف كابتن مصر انت حبيبي، مش كابتن الاهلي انت، كابتن مصر يعني حبيبي. فنتمنى ان الكوره تبقى احلى ونشوف محمد صلاح كتير يعني في محمد صلاح مشرفنا. عندك حق طبعا طبعا، يعني ربنا يبارك لنا فيه، واحنا عايزين نشوف حاجات كتيره من محمد صلاح وموجود عندنا يعني. حبيبي بشكرك بشكرك. اهلا ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. عايز تقول ايه للرياضه المصريه وقرار عوده الجماهير؟ انا عايز اقول بس ان الجماهير لازم اهم حاجه تلتزم. برافو عليك. يكون في التزام عشان الجماهير ترجع وترجع باقوى. عايزين مدرجات تتملي زي زمان، عشان الكوره ديت هي اهم حاجه. الجمهور، الجمهور ده رقم واحد. فانا اتمنى ان الجمهور كله يشجع، ويعني نقطة التحكيم برضو الجمهور ما يعلقش فيها كتير، نسيب التحكيم ياخد فرصته. برافو عليك، انت راجل بتتكلم كلام مظبوط 100%. وندي التحكيم فرصته، معلش في الغلطات دي موجودة في جميع دوريات العالم، بس احنا برضو يعني نلتزم والجمهور يلتزم عشان نشوف كرة حلوة زي بتاعت زمان. انا عارف ان حضراتكم بتحبوا الفقره دي جدا، عشان كده ان شاء الله الاسبوع القادم هنكون موجودين في مكان تاني. مفيش اجمل من اللي انت تنزل وسط الناس، تسمع الناس، تسمع نبض الناس. كل واحد بيحب ناديه وبيقول لناديه ايه. دي حاجه بالنسبه لنا بتفرحنا، عشان كده دايما بندور في اوضه اللبس على الحاجه اللي تفرحكم وتسعدكم، وكمان اللي انت تتكلم براحتك وتدعم بناديك بالشكل اللي انت بتحبه. وهقول مرة تانية، ما اقدرش ارفض لكم اي طلب. احنا زعنا التقرير ده في بداية الاسبوع، ولكن زعته تاني بناء على رغبة حضراتكم. عندي ثلاث اخبار سريعة قبل ما استضيف ضيفي او فقرة الضيف. اول خبر معايا مهم جدا، كان من يومين او امبارح سيادة الوزير قعد مع لجنة نادي الزمالك، وكان الكواليس فيها اي حد عايز يترشح لانتخابات نادي الزمالك لازم يقدم استقالته. تاني، سيادة الوزير بلغ لجنة داخل نادي الزمالك ان اي حد عايز يترشح يقدم استقالته. ليه؟ عشان ده الفير وده الصح وده اللي دار في الكواليس القاعدة دي. النهاردة ما ينفعش تبقى موجود وبتخدم على الكرسي، واحنا طالبنا بالكلام ده كتير، لان انتوا عارفين لما تدعو انتخابات ممكن يبقى فيه لجنة. كل ده مش عايز اتكلم فيه ولا ابعد تشتيت جماهير نادي الزمالك عن اي امور خالص، ولكن الخبر ده مهم جدا كنت اقوله لحضراتكم. عندي كمان خبر مهم جدا وطازة، الكابتن حازم امام، او هقول سيادة النائب حازم امام، مرشح بقوة لرئاسة اتحاد كرة القدم. سمعنا في الكواليس المهندس محمود طاهر، الكابتن احمد سليمان نائب معاه، مش عارف الكابتن طاهر ابو زيد، لكن الكابتن حازم امام كان ليه رد امبارح كويس جدا على سيادة الوزير عن موضوع شيكابالا، واتكلم في امور كتير جدا. انتوا عارفين في طلبات احاطة وفي تحقيقات والكلام ده كله، فهو الكابتن حازم امام ينال اعجاب الجميع باخلاقه وهدوءه، والراجل في الاول وفي الاخر نجم كورة، عنده خبرات في الكواليس اتحاد الكورة اللي قبل كده، وكمان
ليه شعبية في عند أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم. عشان كده كابتن حازم إمام بنقول لحضراتكم الخبر ده مرشح بقوة لرئاسة اتحاد الكرة. الخبر الثالث حارس المرمى محمد صبحي لنادي فيوتشر مرشح بقوة للانضمام للنادي الأهلي. متأسف حارس فاركو محمد صبحي كان بيلعب في نادي الزمالك ثم راح أعتقد الاتحاد السكندري ونادي الأهلي. في الكواليس في كلام مع محمد صبحي. وبكده نبقى قلنا كل أخبارنا وعرضنا تقاريرنا. دلوقتي فقرة الضيف، هنستضيف دلوقتي واحد من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا، راجل واضح كلمته واحدة، وكان موجود في اتحاد الكورة ما كانش مع السرب قوي ولكن كان ليه رأيه الواضح دايما في كل الملفات. هو مين؟ الحاج محمود الشامي، عضو اتحاد كرة القدم السابق. نروح فاصل سريع ونرجع نشوف هيقول لنا ايه في أوضة اللبس. الأهلي يستعد لمعاينة ملاعب مونديال الأندية. القاهرة 24 استعدادا لمواجهة الأهلي، أوباما يشارك في تدريب الزمالك كاملا. كورنر سبورت، كارتيرون يفاجئ الأهلي بمصطفى فتحي في لقاء القمة. في الجول، الشناوي يغيب عن ودية الأهلي والمرج ويكتفي بتدريبات قبل المباراة. بطولات، إيكو ترصد التصرف جنوني من مشجع أراد التقاط صورة مع محمد صلاح. القاهرة 24، فحص طبي لأكرم توفيق واللاعبين بيدرسوا الزمالك بالفيديو. الوطن، رئيس الإسماعيلي الجديد، سنحقق انتصارات واللي مش هيستحمل يمشي. مصدر ليلا كورة، جلسة قريبة بين رئيس النجم والخطيب لحل أزمة كوليبالي. الوطن، كهربا يبرئ نفسه من اتهامات بتسريب أخبار الأهلي، ماليش أصحاب صحفيين. اليوم السابع، موسيماني يبحث تغيير طريقة اللعب في مباراة القمة أمام الزمالك. برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي فقرة الضيف. الضيف النهاردة من وجهة نظري مش عادي، هو بقاله مدة كبيرة ما ظهرش في الإعلام، كمان مش عارف أقول له سيادة النائب ولا الكابتن محمود الشامي. سيادة النائب برحب، مهندس محمود الشامي برحب بحضرتك. الله يخليك يا شيخ، وحشتني والله العظيم. ثلاثة على مدار ال 20 سنة كنا من أجمل الحلقات اللي كنا بنعملها في 2010 و12 و13 كانت معاك يا شادي. والله انا سعيد بعضك هنا وسعيد بالتحرير المحترم واضافه جديده جدا في وقت مهم جدا للرياضه المصريه. يعني خليني اقول لك، انت في الاول وحشني جدا. الله يخليك يا شادي. وانا دايما الحلقات مع حضرتك بتبقى ممتعه، لان انت دايما بتفتح على التالت معايا وتفتح. احنا جايين نقول للناس الحقيقه وجايين نعرف الناس الدنيا رايحه فين، ويبقى يطلع ناس مستفيده بحاجه كويسه تهم الرياضه المصريه وتهم المشاهد وتهم الجمهور الكرة المصرية، اللي هو مش في مصر بس، جمهور الكرة المصرية ده على مستوى العالم العربي كله، على مستوى افريقيا كلها، جمهور مهم جدا بالظبط، كل صغيرة وكبيرة. انت حضرتك عزيز على القلب بالنسبة والله لي، ربنا يعلم يعني. والله عشان فعايزنا نبتدي معاك منين؟ زي ما انت عايز، زي ما اتفقنا من زمان، مفيش حاجة بنتفق عليها، كله مع شادي كل حاجة، لأنك أنت الحقيقة مالكش غلط، ودي حقيقة طول عمر حضرتك، حتى لما أيام عودة الجمهور وأيام ده انا كنت بتاخد متباني فكره، ورغم الهجوم انك انت مشيت وكنا هنوصل. لو تفتكر في وقت من اوقات في 2006 احنا هنرجع الجمهور بعد، وبعدين حصل طبعا عدم الجدال، لكن الحمد لله سعداء النهارده بان الرابطه بدات تاخد الخط، تفصل تماما اتحاد الكوره عن الدوري المحترفين، ويبقى فيه جديه وفيه اهتمام، وصحاب المصلحه هم اللي ايديهم في النار، هم اللي بيديروا حاجتهم ديت. النقطه المهمة جدا في الرياضة المصرية ان اندية القسم الاول تبقى لها رابطة تدير النادي الدوري بتاعها ومسابقاتها بحقوقها، اندية القسم الثاني يبقى لها رابطة
تدير مستقبلاتها وحقوقها وقضيه الكسبيتات وهكذا. الاتحاد المصري هو اللي بينظم هذه العلاقه خلال التحكيم وخلال الظلمات، ما بيتدخلش في كل التفاصيل، ما بيتدخلش في مين يلبس مين ومين يخش ومين يدخل ومين يمسك العلم ومين، كل ده كلام ده مش موجود في العالم كله، موجود في صناعه كبيره جدا كل واحد بيقوم بدوره في من خلال الروابط ومن خلال التراخيص. طب عشان نتفق على الحوار من البدايه، يلا سيادة النائب محمود الشامي ولا المهندس محمود الشامي؟ مهندس ماشي. حضرتك كنت رئيس رابطة قبل كده وفي رابطة الأندية اللي بيدير دلوقتي، هل في فرق ما بينهم في وجود حضرتك قبل كده؟ الحقيقة مبسوط جدا جدا بالخطوات اللي نقول هي على العموم ان الرابطة بتاعتنا اتعملت في تعديل، اول رابطة اتعملت في الكرة المصرية، رابطة اتعملت على قانون اللي هو شغال دلوقتي اتعمل في او تمت في 2017 اللي هو 229. 229 ده كان فيه شويه حاجات لغط، لو تفتكر كان زمان رئيس النادي هو اللي بين حقه ان يترشح كل نادي، لما المستشار مرتضى منصور مسك النادي مسك الرابطه بعد الدكتور كمال درويش، شفت كان قبل كده كابتن حسن حمدي وبعدين الدكتور كمال درويش، دي كان اسمها لجنه خد بالك، وبعدين واول رابطه لما اتعملت رابطه وحطت شروط ان ما ينفعش يكون عضو مجلس اداره هو اللي بيدير الرابطه، كنت انا اول رئيس رابطه لهذه الانديه. هي على نفس اللائحه ونفس القانون، للاسف القانون اللائحه اللي احنا بنحلم بيها. ايه اللي حصل وقتها؟ ايه اللي حصل؟ بدانا نشتغل والحقيقه وعملنا حساب، وكابتن هاني حط 500,000 جنيه من حساب الانديه في الحساب، وعملنا مدير تنفيذ وعملنا حساب خاص، وبدانا حضرتك انا شفت الصور الجميله، بدانا لفينا على الانديه كلها، وكنا بدانا نتحرك معاهم في الحقوق واداره المسابقه وعوده الجماهير. عملنا كذا برزنتيشن، كان معانا مدير تنفيذي محترم دكتور مصطفى عزام، وكان معانا زهير بيه عمار كان ماسك اللوائح والقوانين الخاصه بالتدريب، وطبعا اسم كبير جدا في موضوع اللوائح، وبدانا نتحرك. وكانت ساعتها الازمه شديده بخروج من كاس العالم، وكانوا اول ما بداوا يقولوا شموا نفسهم حل الرابطه. طب انتوا في بدايه الرابطه قعدتوا تروحوا، انت عارف الكواليس عندنا ده، ايوه قعدتوا تروحوا شهرين ثم اختفيت، وبعد كده رحتوا فين؟ اختفينا. كان حضرتك كان في فكره ان التكويش وانه ان الاتحاد يدير كل حاجه ويخش في كل التفاصيل. لا 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 انا بحب كلامك، انا هوقفك طول الحلقه. لا تحت يعني أمرك. تكويش يعني تكويش يعني ايه؟ يعني انا لما دخلت وبدات اشتغل اقول لك لا احنا مش هنلف الانتخابات وندفع الانديه ونخش يعني ويجي واحد ياخد التورته ويبقى هو ياخد الاعلام ده الفكر اللي كان موجود ساعتها. فانت ما فكر قال كده؟ قال كده بجد والله. والله. فايه فطبعا لقينا محاربه من هذا الموضوع، ومفهوم الرابطه اصلا ان في هناك بيحصل وقت من الاوقات تعارض ما بين مصلحه الانديه ومصلحه الاتحاد المصري لكره القدم. طبيعي انا عايز ابيع بحقوق معينه، انا عايز اوصل لقدر معين من الانديه، انا عندي مشاكل في التحكيم، انا عندي مشاكل في الملاعب، انا عندي مشاكل في بعض الامور، فلازم يبقى عندي حد بيتكلم باسمي يدافع عن حقوقي في الوقت لما اختلف الحقوق بيني وبينك. بالظبط. ودي الاساس، تروح لو احنا متفقين مفيش مشاكل، ساعه ما يحصل ازمه زي ازمه شيكابالا زي ازمه قيد الزمالك هتبقى انت الحكم الخصم ازاي؟ تبقى انت انا النادي وانت اللي بتشيكيني وانت اللي بتحاسبني، ما ينفعش يبقى في حد وفي النص الاطراف ذات صله يفصل ما بين الطرفين ويمثلني، مش ما يبقاش من النهارده واخد الاتحاد لوحده واخد الزمالك لوحده واخد، لا في رابطه بتشوف مصالح كل 18 نادي اللي موجودين وبتنتخبها كل سنه وتدافع عن حقوقها، وكل ولو وبعد كل سنه ما بقتش تختار غيرها. ما ينفعش اقول لك انا منتخب انا من لجنه ده تدخل في حكومي ده دوله ده ما ينفعش تمشيني جامعه عموميه وتيجي تجيب جامعه عموميه تلاقي قسم اول وثاني وثالث، وده اللي دخل الاتحاد الدولي والناس مش فاهمه الموضوع انه تم اتلعبت الموضوع علينا انتخابات بس، فاصبح في وقت من الاوقات ان الجامعه العموميه 240 واحد فيهم المفروض ما يغلوش اي قسم عن الثاني، يعني القسم الاول والثاني يبقى قد القسم الثالث. بالظبط. ما ينفعش القسم الثالث يبقى ثلاث اضعاف القسم الثاني، فوصلنا ان 48 36 و12 48 قسم اول وثاني و175 قسم ثالث. هنا لما حصل وتقديم الاستقاله الاتحاد الدولي قال لا ابعتوا لي جمعيه العموميات ابعتوا لي الناس ده هاوي يعني الهواه بيسموه قسم في تعرف حضرتك بيعمل ايه محترف وعندهم ما عندهمش ثالث وثاني وكلام ازاي الدوري المحترفين وكلام من ده هو المفروض الف وب يبقى نسبته التلت ده التلتين، ما ينفعش يبقى في اي مصلحه مختلفه في تعارض مصالح مش هنعرف نديره. ومن هنا بدات ان لازم على الاقل يبقى 51% 50 زائد 1 اللي هي موجوده ايه ال 196 اللي عملوهم بحيث يبقى ايه 51 انديه اول وثاني وثالث يبقى في ايه تكافؤ فرص في اتخاذ القرارات ومفيش تضارب مصالح في الناس. ومن هنا حط جه مشروع اللائحه اللي بعتبرها
طوق النجاة وحزين جدا 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 من ايدي الخفية اللي وقفت هذه اللائحة من اعتمادها اللي تم اعتمادها اللي يسموها المعروفة لائحة جنين استاذ عمرو الجناني 29/11/2020 لان اللائحة دي يا شادي 98 بند ما فيهاش ولا بند غلط. طب عايز استغل خبرتك معايا. اتفضل. هيحصل مشاكل ما بين الانديه في قصه البث المباريات والنسب توزيع النسب بتاعه البث الخضراء. بص هنرجع بالعكس انت رايح في حته كان الاول بتبقى الموضوع فيها اغراض وفيها مصالح ودي مش واضحه فيها شفافيه عشان كده الحوكمه والنزاهه والاداره الرشيده دي لما رحنا في الاتحاد الدولي ورحت قعدت في الامارات مدير الحوكمه في الامارات مصري وفي السعوديه مصري خد حضرتك ده بياخد اعلى راتب في الاتحاد لان حضرتك ده زي المستشار بتاعك تقول لك الوزير المستشار القانوني ورايه ليه بقى حضرتك انت بتقول المدير الفني ده بينجده يجي 100000 يورو ولا 70000 يورو خد حضرتك يجي ليه كان في معايير راجل اخر سنه كام لما كل لما بيقعد موسم ما بيتدربش بينزل بوينتس حتى لو تقييمه بينزل ينزل في التقييم في التقييم لادائه برافو على الفني سعره برافو احدد سعره لكن نفس الكلام ده بالنسبه للاعب وبتتعاقد معه هكذا هنا فينا في مصر وتفصل الرياضه وكره القدم عن اي نشاط تاني هنا في مصر ما تعرفش تحاسب تلاقي النشاط الاجتماعي مع الرياضي مع الكلام ده خدنا ده ب 200000 دولار وبعناه بكذا طب في شركه في حسابات مكسب في ايرادات في مصروفات ما فيش الكلام ومن هنا بقت المشكله ان ما بتعملش كصناعه بقت الموضوع عشوائي والعشوائيه دي هي دي اللي قتله الرياضه وقفه الاستثمار فيها اصبح الانسان النهارده اللي يدفع 70 80 100 مليون دولار على العائد اللي بيجي من وراه وحقوقه ويحافظ على الحقوق ليها مهدره كلها سواء الحقوق التجاريه او الحقوق التسويقيه ده مش مقبول وما ينفعش ان انا اخد هفضل ادخ استثمارات كلها وهميه او من ايرادات وهميه او من مديونيات ما تسددش او ما يبقاش في منظومه لحسابات الضرايب والكلام ده حضرتك احترفت بره وعارف يعني ايه واحد يتهرب من الضرايب يعني ايه واحد يعمل عقده وما يقولش عن دخله الحقيقي ويدفعه مين اللي يتهرب من الضرايب؟ كل لعيبه مصر كل لعيبه مصر وكل انديه مصر كل لعيبه مصر متهربين كل انديه مصر ليه بقى لحضرتك لانه طب ازاي يشرح لي كده هقول لحضرتك ازاي انت النهارده بيجي يقول لك ان الضرايب على اللعب النادي بيجي مثلا يوم جاي كاتب عقد اللعيب بحاجه معينه ما انا مش متحاسب مليون جنيه مثلا تلاقي العقد انا لعيبه الافارقه انا فوجئت لعيبه برازيل لما جينا ادينا تعليمات في 2013 الاتحاد الدولي قال لك لابد الافصاح تعليمات ان في شهر 3 قبل الموسم بشهرين لازم تشوف كل اللعيبه بتاعتك تقول عقودها بالكامل ارقامها ايه كنت ماسك ساعتها شويه اللاعبين وتقول النادي ده اتعاقد بكام وخد كام وفاضل كام لكل اللعيبه وفاضل له كام زي العالم كله بورصه بالظبط زي بورصه ما حدش ما ينفعش تستخبى بالعكس ده عدم الافصاح انا يعتبر جريمه عندنا في مصر هنا لما تطلع الحق تسريب العقود برافو عليك يروح حاسينك اللي انت عامل كارثه عملت كارثه ايه يا عم ايه ما انا هتعاقد معاه ازاي؟ ما انا هزوده ازاي؟ ما انا حاسبه ازاي؟ واعرف لاعب قد ايه وخد قد ايه وفاضل له قد ايه وجدد لك عقده ازاي؟ وجدد لك انت كمان للعيبه ازاي وانت ما سددتش المستحقات على اي عنصر من عناصر اللعبه كوكيل او لاعب فاول ما بدات اجهز وهعلن ايه الدنيا كلها لان المكتوب غير اللي في العقد غير اللعيبه عارفاه غير اللي بيقولوا له اللعيبه انت اعلى فئه وتلاقي واحد تاني بياخد 2 مليون زياده واحد بياخد اقل واحد بياخد اعلى منه خالص من بره يعني مفيش حاجه اسمها من بره النادي مفيش حاجه اسمها مفيش اصل 5 مليون دول دافعهم راجل على فين ضرايبهم مفيش ها واحد اصل اللي دافع راتب اللي زياده اصل الاعلانات اصل في اعلانات ما الاعلانات دي دخل ده ايراد ده عليه ضريبه صح المنظومه دي بتظبط لازم كل واحد ياخد في حقه عشان يبقى فيه منافسه حقيقيه وشيء فيه هي دي النزاهه هي حكام ان كل حد النهارده واحد النهارده بيقدر يتحايل عشوائي مش لازم حاجه ما بيدفعش حق الضريبه وحق الدوله وواحد تاني بيدفع فاذا انت مفيش تكافؤ فرص واحد عليه فلوس وبيأيد لعيبه وواحد معهوش فلوس مش عارف يأيد مشكله خلي بالك عايز هي دي هي دي الرياضه حضرتك عايز اقول لحضرتك انا عايز اقول الكلام ده حضرتك تفهمه لان ده هو ده الاحتراف حضرتك بتشوف بره وتشوف في تركيا مفيش الكلام ده ما بيتعال ان العالم محمد صلاح راتبه كذا عايز يزوده وطالب كذا عايز كذا فلان الفلاني عايز كذا وتعاقد بكذا احنا هنا ودافع ضرايب كذا يا فندم ما هو ده اللي انا عايز اقوله اللي مشكلتنا لو معاك ورقه فيها ثلاث عقود لعيبه عارف واحد يقول لك انفراد تسريب عقد يا عم تسريب ايه ده بيهدوا في الكيان وبيهدوا في الكيان ليه حضرتك لازم نضط انت ليه بقى حضرتك لانك ما انتش حاطط معيار للتقييم اللي هو الحكام انت شايف في واحد النهارده ده دمه خفيف ده ما بيهاجمش الاداره ده بيسكت ده بيقعد الدكه ما بيتكلمش ده ليه حقوق ما بيتكلمش لا ده بينخور في الفرقه وكده ده ما ياخدش فلوس
مش ده المعيار. لا انا لا انا انا لازم اعرف منك حاجه دلوقتي فضل. لان الكلام ده ميسي اعتقد مشي بسببه برضه هو لا اللي هي فكره لازم النهارده ميزانيتي مثلا على اللعيبه 10 مليون لازم اكون انا داخل 20 حاطط الموارد بتاعه وانا احط الميزانيه بالظبط. اتحاد الكره شادي هو يعني ايه ضمان الحقوق ضمان الضامن الضامن يعني ايه حضرتك انك انت ضامن ان الناس دي في مواعيد محدده العقد اللي انت وثقته وخدت رسومه ده يسدد في المواعيد المحدده. طب هيسدد ازاي في عدم الافصاح عن الميزانيه وعن المدخلات والمخرجات هيسدد ازاي وانت مش فاصل كره القدم عن النشاط انت لسه بتعمل شركه والشركه وخلي بالك بتعمل الشركه وما زال النهارده حضرتك شركه النادي الاهلي واللي بيتعاقد للنادي الاهلي برضه والشركه مش شايف حاجه لكن على الورق مظبط ورق انت 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 عامل ترخيص انديه A وB وC والنادي الاهلي مشتركين في افريقيا A كل ده وقت تيجي تشوف هل انت عملت تطبيق المعايير اللي هتحاسب عليها هل بتروح تشوف المدير الفني فوجئنا لما المقاولين ده الكابتن عماد انا حاسس معهوش ايه ومبقاش مدير فني ما ينفعش يبقى مدير فني يشترك في الله طب انت ما فتتش عليه ازاي يا كابتن انت اتحاد الكره ده حقك ازاي اعتمدت عقد اللاعب النادي والمدرب ده يخليني افهم من كلامك اسف على المقاطعه لا ولكن اللي انا عايز افهمه لما جيت تروح لنظام وضوابط اصطدمت اللي انت مش موجود مش موجود لا ما لا. بالاخر يعني فعشان كده الحل ان لما جت الرابطه دي وخدت بعضها واتمنى انهم يستفيدوا من هذه التجارب ونقعد معاهم لانه فرصه ذهبيه هو اخدوا مقر بعيد عن الاتحاد اول حاجه النهارده بيصرفوا يعني الرابطه اللي موجوده دلوقتي الرابطه النهارده بتصرف فين مكانها؟ في 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 مكتب المهندسين او في اوكي بعيد عن اتحاد الكوره كل وده صح ولا غلط؟ صح 100% في الجو دلوقتي على ما تحط اسس لكن في العالم كله له مكتب زي مكتب رئيس الاتحاد بالظبط. طب في الكواليس وانت راجل عندك من الخبره الكبيره داخل مبنى اتحاد كره القدم في اختلافات في الكواليس ما بين الرابطه واتحاد الكوره؟ دلوقتي بص حضرتك اكيد اكيد الفكر القديم ما اتغيرش اكيد الفكر القديم اللي انا شفته وكانوا رافضين الرابطه ما زال عايز ان الاتحاد يدير كل حاجه انا متفق معاك بدليل حضرتك ولا حاجه تعالى بقى اقول بقى اقول عايز اتاكد بالكلام ده عشان ما يكونش حاجات جزئيه شوف القسم الثاني القسم الثاني بيديره الاتحاد وشوف ده لما الرابطه بتعمل الرابطه لما جت عملت في كورونا في احداث التغييرات خمسه طبيعي العالم كله اتحاد الكوره عشان يتحكم ثلاثه طب ليه ثلاثه يا فندم؟ ليه ثلاثه؟ ده الرابطه انا ده الرابطه مش فاهمه حاجه. واحنا عندنا دوري محترفين بجد ولا كده وكده؟ لا ورق كله. كل ورق من وحدك انت مش مطبق اي حاجه من المعايير الدوليه سواء في التراخيص بكل معاييرها الخمسه البنيه التحتيه الماليه الطبيه القانونيه ما انتش مطبق اي حاجه ما انتش بتراجع على اي حاجه. انا بدليل هو حضرتك بيقول لك فوجئنا لما المقاولين السنه اللي فاتت افريقيا ان الكابتن عماد النحاسه من احسن المدربين الموجود ما هوش رخصه طب انت اصلا اعتمدت عقده ازاي ودخلته المفروض هو رخصته ايه؟ ده معيار ده مش المدير الفني بس ده المدير الفني بتاع قطاع الناشئين لازم يبقى ايه؟ مفيش مدرب يدرب فيك يا دوري محترفين في جميع المراحل السنيه اللي معاه رخصه ايه؟ هو ايه الحقيقه اللي كل سنه الاتحاد الافريقي يبعت الفرقه اللي بتشارك في افريقيا هنجمد وهنعمل وهنسوق وفي الاخر ما بنشوفش بص حضرتك ويديهم رخصه مؤقتة ليه حضرتك انه ما يقدرش يستغنى عن اربع انديه المصريه اهلي والزمالك او جماهيريه اهلي والزمالك تحديدا طبعا تسويق كمان ما شاء الله عليك هو ده انا النهارده فبديله رخصه مؤقتة طب انا بقى كصناعه اوضب نفسي بالظبط انا اصلح عندي فرصه النهارده باخد عيب النهارده هات لي النهارده 18 نادي وعشان كده ده لازم الرابطه هي من ضمن صحات الرابطه انها تطلق هذه التعاون مع الاتحاد الافريقي بقى وتبدا تخاطب الاتحاد الدولي ان احنا عايزين نعمل رخص دايما وانا كرابطه محترفين جاهز بالمعاينه اسلم ال 18 نادي ب 18 ملف كاملين لعمل تراخيص الانديه ايه رايك في اداء رابطه الانديه حتى الان؟ ممتاز جدا سعيد بيهم جدا بكلمك بمنتهى الامانه وحاسس بتغيير وحاسس بشياكه وحاسس بلمس الجمال بعد اللي انت بتقوله ما رفعت السماعه التليفون طالما انت خايف على مسرحه الرياضه المصريه وتكلم استاذ احمد دياب عايز اقعد معاك كلمته والله وعايز كلمته كلمته والله قلت له ايه قلت له انا اولا لما كانت الحفله انا اول رئيس رابطه ما اتعزمتش في الحفله سهو طبعا انا بعيد شويه طبعا زعلت طبعا وعتبت طلبت رفعت السماعه اعتبت انا فعلا سهل انا ما يعني انا ماليش اجندات يعني ماليش ملفات يعني. واي حاجه انتوا عايزينها بيطلب لي ساعات الكابتن موجود طبعا الكابتن عامر ده زميل معايا في الـ في الـ في الـ قلت ايه لاحمد دياب قلت له يعني ينفع يبقى اول رئيس رابطه حضرتك ينفع اللي عدتني دي بشياكه يعني فدي اللي انا اصلا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان
الاستاذ احمد دياب قبل نائب شيوخ، احنا كنا مع بعض في لجنه الاعمال في الاداره المركزيه في الحزب، وانا يعني عاجبني جدا فكره، مؤدب ومحترم. وخلى بقى حضرتك من حاجه، الدماء الجديده ديت كنا محتاجينها جدا، مش ممكن بالزبط. الدماء تفضل، لازم نضخ دماء جديده. انا عايز اقول لك حصل اتصال هاتفي بكلم شخص مهذب جدا. انا بصراحه بكلم شخص لسه هتكتشف فيه جوانب محترمه، عنده افكار كتيره جدا، بيتابع كل صغيره وكبيره، بيحب التطوير والنظام، وبيدي مساحات، وهتلاقي الناس كلها بتشتغل، وهتلاقي اللجان كلها بتشتغل، ولازم يبقى في تعاون مع اتحاد الكوره. وفكره انك انت اتحاد الكوره تكوش من حضرتك القسم الثاني والثالث، يعني التحكم، انا بقول لحضرتك انت ليه، هل ينفع في الجو ده وفي الجائحه اللي شاده دي يبقى التغييرات ثلاثه بس؟ لا انا هرجع لك تاني لدي دلوقتي عشان حاجه حصلت النهارده. ولكن كنا بنتكلم على اداء رابطه الانديه. انت قلت لي اللي هو عجبك ايه؟ عجبني ان هم خدوا قرار، اولا يعني اولا مفيش اغراض، يعني هو ايه عايز يطور، فالتطوير ده محتاج فاتوره، الفاتوره دي انك انت تبدا الانديه دي تبدا تسدد العكس، يبقى في له ميزانيه بيسدد، بياخد من العوائد اللي موجوده وتعظيم العوائد اللي موجوده في هو اشتغل دلوقتي الاول من نفسه. خد قرار مهم جدا، عوده الجماهير. قرار عوده الجماهير ده اراده من اتحاد الكره، لم يكن له اراده في عوده الجماهير. سياده النائب ثروت سويلم دخل معانا، احنا بنصادد بعد خمس ست اسابيع وبعد الراحه هنزود تاني طالما في التزام. اصل حضرتك مشكله الدوري كمان، انت لو ما كنتش خدت عوده الجماهير من اول دوري لتكافل فرص الموسم كله ضاع عليك، لان في فرق خلاص بدات تلعب على ملعبها بدون جمهور، ما ينفعش الدور الثاني تقول له العب بايه؟ بجمهور. لكن طالما انت حددت الجمهور بذكاء 1000 و1000 انسان تقدر تخليهم في اي وقت 1000 ونص 1000 ونص، تخليهم في اي وقت 3 و3، تخليهم 4 و4 خلاص، لان في تكافؤ فرص، انت محدد كمان التساوي بين الاثنين حتى في اي ملعب. وديت عشان انت تزود، فديت ان شاء الله هتحصل لانها بالشكل حلو، كمان مدخلات مهمه جدا، انت محتاج انت طالع من الكورونا من اكثر الرياضات او الصناعه، اعتبرها صناعه اتأثرت بس هي كرة القدم. انت بترمي لي الغاز في الحلقة وانت بتتكلم، انا دايما بسيب لحضرتك ترد على السؤال، بس رميت لي لغز من شوية. اتفضل. قلت لي في ناس ليها اغراض لعدم عودة الجماهير، اتحاد الكورة ما كانش عايز الجماهير ترجع. تتكلم بجد؟ اتحاد كورة على مسؤوليتك. على مسؤوليتي، على مسؤوليتي حضرتك. انا خلصنا اتحاد الكورة مين الحالي؟ اللي هو اللي قدم استقالته. احنا خلصنا كل حاجة، استأذنا من الكابتن هاني احنا بنعمل كذا، هو في روسيا، احنا بنرجع وفي رغبه، وهنرجع 2000 و2000 ونعمل الاي دي. وعايز اقول لك على مفاجاه بقى، جميع انديه مصر قاعده البيانات بتاعتها متراجعه وموجوده في اتحاد الكوره، اللي هم الانديه الجماهيريه الاساسيه، اهلي زمالك اسماعيلي مصري، وكان دخل سموحه كمان. كان بيقول لك ليه كنا بنحضر البيانات، بقول لحضرتك يعني موجود، عملنا برزنتيشن اهوت وموجود، لو يرد عليا استاذ خالد مرتجي اتمنى له التوفيق. وهو واحنا بيقول انا كان جاهز بقاعده البيانات، وكانت الخلاف هتعمل اي دي للاتحاد المصري لكره القدم وتبقى حصاله، والنادي كل نادي ياخد بنسبته، ولا كل نادي يبقى ليه الفان اي دي بتاعه والكارنيه بتاعه يدخل بيه اكبر عدد، وده كانت الاختلاف اللي موجود. لا قلنا لهم لا، في الدوري المصري ادخل اعمل حضرتك انت كنادي لك العدد بتاعك، لكن لما تيجي تخش في مبارياتي خدت بال حضرتك هتخش تبعنا، تيجي تخش مباراه افريقيا ومباراه بتاعك. وكان وعشان بقول لحضرتك فاكر الاجتماعات دي اللي حصل حضرتك كنت حغطيتها معانا، فاشتغلنا وفوجئنا بان كل الست انديه قدموا ادي اهو، والمصري قال بقى افتحوا لنا انا مخلص هبعت لكم في ثانيه، عملنا الرابط لقيناه بعت لنا 4500 اول طبعا. وفي الاخر لا انا عايز اقول لحضرتك يعني الانديه جد، النادي الوحيد عجبته الفكره وكان موجودين كان نادي الاتحاد السكندري، وقال انا فعلا فكره ممتازه جدا، وكان عضو مجلس اداره موجود، وكان الدكتور محمود مشاري قبل ما الاخ العزيز النادي الاتحاد السكندري كانش لسه عامل بيانات وكان بدا يسجل، لكن كل الانديه واسمع كله عنده قاعده كامله. يعني هاخد من حضرتك تصريح دلوقتي، انت بتقول لي المجلس المهندس هاني ابو ريده ما كانش يرغب في عوده الجامعه، ما بجد مش عايز يتحمل هذه المسؤوليه، يعني ايه الكابتن عايز يجي احنا ما لناش دواء مشكله ان يعني كل نادي يجيب موافقه، هنفضل الوضع اللي هو عليه، خاطر يا عم واشتغل زي ما حصل دلوقتي، جت اراده لما انت الدوله تلاقي انك عندك اراده وجديه في العمل. واتمنى كنت اتمنى كمان ان في ظل الزحم ده يتحل مشكله المصري، لان مشكله مصر بسيطه وتحل، كمان بقى في تكافؤ فرص ان يلعب على ملعب او يلعب، ما ينفعش يبقى الماتشات كلها الانديه كلها بتروح بجد، تكلفه كبيره جدا، وبرده خلال بتكافؤ الفرص يعني وكرم وهيئ. اتمنى ان الدور الثاني يعني هو صعب دلوقتي طبعا عشان الماتشات، لكن في الوقف ده الثمان اسابيع يبقى بموافقه الانديه، وده مستر الرابطه بقى، تعالوا يا جماعه الناس اللي لعبت مع المصري بره وجوه، احنا في الوقف ده خدنا قرار ان المصري هيلعب في ملعبه، انتوا تمضوا توافقوا، ما لازم يوافق لانه عشان ما يبقاش ضرر عليه،
وافقوا. هو ده الرابطه، الرابطه تتكلم باسم الانديه وترجع المصري على ملعبه. واتمنى يبقى القرار ده لو خدته الرابطه مع القرارات اللي خدته بعوده الجماهير، مع القرار اللي خدته بانفصال الرابطه تماما ماليا واداريا عن الاتحاد المصري لكره القدم، يكون عوده المصري لملعبه موافقه الانديه كلها، تبقى اي حاجه جميله. طيب عايز اخدك في اخباري اللي انا قلتها النهارده. في اجتماع في اتحاد كره القدم، او مش اجتماع، قرعه كاس مصر الجد للسنه دي والقديم ما خلص. شفتها ازاي؟ شفتها ان 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 الانسان دايما لما بيتكلم، انا شفت وانا احنا بنعمل دور الكاس، فاكر لو تفتكر وساعات عملنا كاس في شهر 12 وشهر 11 في ظروف ايام لما كان في عندنا الحريق الاتحاد وكان عندنا الكلام ده. شفتها إن إن, ان 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 الموسم ده الحقيقه فشل ذريع في اداره الدوري والكاس، وكان الهدف منه ان يحط المجلس اللي جاي في مشكله ما يعرفش يدير. ودي المناكش دي شفتها كتير. يعني ايه؟ تيجي انت بقى وريني انت هتعمل ايه، يوم جاي زنقك حضرتك ويأخر لك الدوري بالطريقه دي بالايام دي عشان حضرتك تيجي تعرف ان في كاس امم افريقيا وفي كاس عالم وفي كاس عالم للانديه، هتعمل لي ايه؟ مستحيل. يعني انا عايز اقول معلش عشان دي مهمه جدا للناس، عشان الكلام دوت رابطه الانديه عملت بطوله اسمها كاس الرابطه بموافقه كل الانديه وفيها جوائز وفلوس بالمحليين اللعيبه اللي مش تبقى مع المنتخب. قلنا 10-10 طالما الانديه ارتضت. ثم اجي النهارده اعمل مباراه للكاس، هتيجي تقول لي الدرجه الثانيه، وانت افرض كسب الفرقه هتكسب وهتوصل فهنا هتتضارب مع البطوله اللي عايزاها الرابطه، فبعملها ليه؟ ما استنى انتظر شويه. هو حضرتك الزخم ده كلامك صح 100%، عشان كده بقول لك لازم الرابطه موجوده. ليه؟ في وقت من الاوقات مصلحه الانديه في ان المحليين عشان الوقف التوقف ده وعشان يبقى عندهمش اي مدخلات وتعدي 45 يوم و60 يوم غير لعب، ان انا العب واسدد ويبقى عندي مدخلات وفلوس عشان اقدر اسدد الفلوس ده. ومصلحه اتحاد الكوره انه يعمل المسابقه بتاعته الكاس هنا من هنا. عشان كده الرابطه الدوره دي ما ينفعش انت حضرتك تقول لي انا اللي بدير، لانك انت حكم وخصم بقى حكم وخصم منك. لو كان المفهوم ده موجود عمره ما كان هيعمل ايه بطوله الرابطه، صح؟ كاس الرابطه، صح؟ بالزبط. كاس الرابطه مفيد تماما للانديه، عشان الانديه اللي ما عندهاش دوري واللي ما عندهاش لعيبه، الانديه نفسها اللي عندها لعيبه بيلعب للصف الثاني والمحليين ويشتغل، وتبقى فايده وتبقى فيه مدخلات ويبقى فيه رياضه وفي كمان متعه للجمهور. بص حضرتك الشعب ده معجون بكره القدم، معجون بالدين. انت النهارده لما بتوقف الدوري ما انت بتموته بتقتله. وفي ناس كده النهارده بيروح هناك في الدوري الثاني، وتلاقيه بيدور على الدوري الاوروبي والدوري، وبرضه في الاخر متعته برضه فين؟ في 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 الدوري المحلي بتاعه المحليين. لانه النهارده فرصه للمدربين لما ياخد اجازه ولا راح المنتخب، اللعيبه رجلها تبقى في الملعب وجهز اللاعب المصاب اللي عندي ويستفيد. تخيل حضرتك لو كانت موجوده الرابطه دي من قبلها بسنه، والوقف اللي حصل 45 يوم في 40 يوم ده، وكان في رابط دوري محلي، شوف المتعه، شوف اللعيبه، شوف المتعه. ما كناش هنقول لعيبه مجهده، كان هنقول له انت جهزت لعيبه لاعبها واحنا بنحلل، وانا بحلل اقول له لاعب اللي تالق في البودكاست عندك الرابط. اللعيب ده بتكاس الرابطه ده ممتاز وظهر، خدت بال حضرتك، واللاعب الناشئ ده سد مكانه ويلعب احسن منه ولعبه، وكمان ما جهدش اللعيبه المحترفه بتاعي كمان يا ريس في اللي في ده. انا دخلنا معلش محترمي طبعا للتغيير اللي حصل، انا بعتقد وبحمل مسؤوليه الاتحاد المصري لكره القدم للاداء اللي حصل في ماتش انجولا وماتش انت جايبه منهج بيلعب كل ثلاث ايام كل يومين ومفيش تجمع جايبه وما عملتوش تجمع في شهر 6 وبعدين معلش يعني ايه اقول لك انا ما عملتش تجمع وتوافقني حضرتك وانا اتحاسب وبعدين كده وما تلعبش كامل الدوري وتاجل لي 75 يوم تيجي بعد كده حضرتك بعد اربع ايام تلعب ماتشين ورا بعض ربنا سطر. عايز تقول لحسام البدري يتحط في وش المدفع؟ طبعا 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 يعني كبش في ده وهو طبعا البدري كبش في ده اي بغض النظر عن اداء نفسه انا بتكلم عن انك انت جايبني واللعيبه اللعيبه متدغدغه اللعيبه بتلعب كل ثلاث ايام وجبت اتجمعت عليهم بعدين ما فيش قادر مش قادر طيب هاخدك لموضوع مهم جدا. انا عارف لحضرتك عضو لجنه مكافحه المنشطات اللي هي الوادة في كريم بامبو وكان موجود وأزمة موجودة كبيرة ومعانا بقى لا يفتى وملك في المدينة ايه مشكلتي كريم؟ مشكلة كريم الحقيقة اللي نادي الزمالك باعه وكان عنده الوقف ده أو أثبت اللي هو بياخد هو حضرتك هي فكرة المنشطات الحقيقة أنا يعني شرفت إن أنا عملت إن أنا من الناس أول مجلس أول عضو في مجلس إدارة كان برئاسة الدكتور علي مصطفى مراد ثم خلصت المدة الأربع سنين وكملت في الدورة الجديدة اللي بقى لها ست أشهر مع عالم جليل
من علماء مصر كلها الاستاذ الدكتور حازم خميس رئيس مجلس اداره مستشفى النيل وحاجه عالم جليل. وبدانا نتحرك تحرك ان احنا يكون عندنا تعرف حضرتك ان يكون عندك معمل حضرتك انا بنحلل عيناك كلها في برشلونه. اتعمل في الجيش بروتوكول واتعمل معمل على اعلى مستوى في القوات المسلحه وبنجري دلوقتي عشان يبقى يعتمد المعمل ده بعد غلق معمل تونس وقطر. عندك المعمل ده الموجود الوحيد دلوقتي مع كنا فعلا مفرق. لما زمان في بطولات افريقيا بيختاروا اتنين لعيبه بشكل عشوائي كانت بتروح تونس. ايوه وقف تونس واصبح الامل عندنا احنا خلاص خلصنا عينه الدم وعينه البول هي في المرحله الاخيره عشان نهدي لمصر الفرصه دي في مصر هنا؟ في مصر ده انجاز ده اتحاربنا كتير عشان يبقى في مصر بدل ما تسافر العينه برافو عليك وتشك ويحصل شك. ايوه وخدنا وكل بقى حضرتك الحاجات اللي في الجمرك بتتفرج عليها في 60 دقيقه حسب التعليمات ساعه بالظبط عشان عارف لها وقت معين لازم توصل فيها والكلام ده. وصلنا لهذا الموضوع وبدانا عملت بروتوكول مع الاتحاد المصري لكره القدم قبل كابتن هاني ما يمشي ان كل نادي بيدفع 100,000 جنيه مقابل ان يبقى في متابعه لكل مباريات الدوري الممتاز وبالذات الماتشات الاخيره اللي كانت اخر ثلاث ماتشات اللي بتقول عليهم كان موجود الماتشات كلها كانت بتلعب في وقت واحد وكنا بنروح نغطي الماتشات دي كلها في وقت واحد. من ضمنها كان في هم اثنين لعيبه اللي ظهروا على مستوى الدوري كله وعايز اقول الحقيقه ان مين غير كريم بام؟ لعيب في اسوان يعني طبعا ما تعرفش وخلص وقفه 3 اشهر طبعا انه في درجه ثانيه. طب كريم بامبو جاني ولا مجني علي؟ هيبان في الاستماع. هو حضرتك لما بنت العينه بنت ايجابيه لما بنت العينه بتبقى لها كود بيبقى له حق ان هو يتظلم في لجنه من لجان الاستماع مستشار رياضي بيبقى موجود فهو لما بيقدم طلب لجنه الاستماع بيتوقف الايه؟ بيتوقف القرار يعني هو دلوقتي من حقه يلعب. طب خليني خليك من يعني النقطه من كريم ممكن يلعب؟ يلعب دلوقتي ما دي حاجه انا بقول حاجه ليك مهمه جدا. هو دلوقتي الوقفه زي ما حضرتك لما تبقى لما تعمل تظلم هيلعب ازاي؟ هو حضرتك القرار نفسه بالايقاف انت بتقول انا ايه؟ عندي مبررات تثبت لي ان انا كنت إيه؟ انت ممكن تكون خدت جوه دواء انت ما وصفه لك دكتور او جوه دواء مش شرط مش بغرض انه منشطات ان التركيبه دي مين اللي يحكم في الكلام ده؟ لجنه الاستماع الـ يعني يلعب لغايه لما لجنه الاستماع. برافو عليك. طب ده هيخليني اسال حضرتك ملم حضرتك بالملف كله وده كان الصحف تداولته والمواقع بس الحاجات دي ما عرفوش التفاصيل دي التفاصيل اللي انا عايز اعرفها من حضرتك هل هنا الخطا بيبقى عند اللاعب ولا عند الدكتور الفريق اللي موجود؟ بص حضرتك هو الخطا مشترك هو ثقافه موجوده انك لابد انك انت قبل ما تاخد اي حاجه تبقى انت متابع ومامن نفسك لانه وبرده في على اتحاد الكوره عشان كده الرابطه لها دور في النقطه دي. احنا في اتحاد الكوره كنا بنبعت لهم نعمل دورات للناس دي نجيب الدكاتره بتوع كل الانديه بتوع ال 18 نادي ونعمل لهم المواد الممنوعه وكلام انت جدول وبعت طبعا كلام كتيب اقول لحضرتك حاجه عشان الله احنا عشان كنا بنلعب في بطوله العالم للانديه وكنا بنلعب في افريقيا كان الدكتور بيجي له الكتيب ويقول له ايه الجديد اللي دخل جوه الجدول كل شويه حاجات بتطلع لدرجه بيقول للاعيب يبلغك بيقعد معاك يعمل اجتماع لو جالك برد ارجع لطبيب الفريق في حاجات بتدخل وحاجات بتطلع وحاجات بتنضم وحاجات بتتشال عشان كده انا اتصلت باحمد دياب وقلت له بعت له الكود بتاع الرئيس التنفيذي الدكتوره هناء عشان يبقى اتصال بيها عشان يبداوا يعملوا الدورات دي للناس في وقت الوقف اللي هو في الاسبوع السابع ويبدا يبعد الجدول عشان يبداوا يتابعوا هذا الموضوع. حضرتك فاكر اللاعب بتاع اسوان اسمه؟ والله ما انا فاكر الحقيقه انا يعني يمكن مش فاكر اسمه. قلت فيه اثنين هم كريم بامب ولاعب اسوان في وايقافه انتهى بقى طبعا انه خد طلب انتهى وبيلعب لانه ما قدمش طلب للتظلمات. امال بيتقال كريم بامب وموقوف ليه مش ما بيلعبش ولا بيلعب يعني. يعني انت يلعب على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي. لان هو طلب لجنه استماع اول ما تحدد له الجلسه يبقى قرار نهائي ما ينفعش يلعب. بعته طب حضرتك عشان اللاعب انا كنت مع المكالمه مع 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 مديره الفني بعد ما انتقل من نادي الزمالك لو حضرتك مثلا تبقى يبقى في جواب مبعوت لرابطه الانديه ورابطه الانديه تخاطب النادي لعبه. انا بطالب من حضرتك من الكلام ده فعلا ان لابد ان هي مسؤوله عن المسابقات حتى الان لم يحدث كونتاكت ما بين رابطه الانديه وما بين المنظمه وده حقيقه ملف مهم جدا بكلم عليه كابتن عامر حسين طبعا هو ماسك المسابقات مشرف على اداره المسابقات الاستاذ احمد دياب واللجنه ان لابد بسرعه من خلال حضرتك يمكن نحط لهم على الشاشه لما يمشي الموبايلات والايميلات بتاعت المنظمه يبقى بسرعه كونتاكت عشان يبقى متابعين عشان كمان لازم مندوب منهم يحضر في لجان الاستماع دي
ده لعيب بتاعي. انت اتكلمت معايا في بدايه الحلقه كلام محترم جدا جدا في نقطه بقى هقولها دلوقتي. رابطه الانديه بتتواصل مع الانديه بتاعتها ثم مكافحه المنشطات مع كله، يبقى السيركل العمل الدايره اللي احنا كنا بندور عليها عشان نبقى محترفين بجد وبنظام. صح كده؟ احسنت احسنت. جاهز لكرسي الاعتراف؟ يلا قد كرسي الاعتراف. انت عارف ساعات بتقع مني في عاملين مشكله. لا والله النهارده انت ايه جاهز سياده النائب، انت النهارده جاي فعلا مش خايف وعندك ملفات حصاله بقى تهددني يا سياده النائب. لا انت حبيبي انت حبيبي. طب عندك استجواب النهارده في اوضه اللبس؟ يلا جاهز. طلب حاضر. وفي طلبات احاطه كتير ضدك النهارده. هنطلع فاصل سريع ونرجع بكرسي الاعتراف مع الحاج محمود الشيخ. جاهز؟ جاهز يا ريس. ها؟ جاهز جدا. تعويض ما اعرفش، مش عارف، حاسك مش جاهز المره. لا 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 اصل صوتك غير عن الحوار على غير على الكورس. ده من اكبر حاجه بحبها، لان انا مفيش تغيير ما بين اللي بقوله قدام حضرتك وبقوله خلف الشاشه قدام الناس كلها، الكلام كله واحد. بس خلي بالك المره دي الاسئله اصعب. والله يعني استعان بالله انا متعود معاك على كده. مش جديد عليا. تمام. طب هبتدي معاك خفيف. اتفضل. هو انت هتنزل على في الانتخابات اللي جايه هتترشح على الاول هتنزل ولا ولا لا ثم هتنزل على منصب ايه لو حبيت تنزل ان شاء الله؟ يعني اذا مشت الامور واتعملت انتخابات يعني في الفتره ديت انا يعني واخد قرار ان انا يعني داخل على منصب نائب رئيس ان شاء الله. نائب الرئيس ان شاء الله. يعني عايز اقول لك يعني تاريخ كبير جدا الحمد لله. انا بقى بشتغل في العمل كره القدم من 93 داخل اتحاد الكره المصري كره القدم. اشتغلت في مسابقات واشتغلت في اللاعبين واشتغلت في الفروع واشتغلت في الرابطه واشتغلت عضو مجلس اداره. نائب رئيس مع مين؟ مع اللي هينزل بقى رئيس ان شاء الله. انت ليك تصريح قلت لو في رئيس نزل معين اسم شخص انا مش هنزل معاه. لا صح؟ انا قلت يعني اتمنى ان انا انزل مع المهندس محمود طاهر. ده كان وجهه نظري لانه الحقيقه اشتغلت معاه في اتحاد الكوره وكانت بيني وبينه يعني مواقف كبيره جدا وقدمنا استقالات سوا لو تفتكر في موضوع بحقوق الانديه والاتحاد وكاس مصر. فاتمنى ان انا اكون موجود معاه، اتمنى ان هو يبقى يعني اذا كان اراد ان هو ينزل انتخابات الدوره الجايه اكون معاه في. طيب ما انت قبل كده توعدت ان انت تبقى نائب مع احد الاشخاص ثم جاب جمال علام، فاكر ولا لا؟ لا لا عمري لا ما حصلتش دي. انا الدوره دي كلها كنت داخل عضو. ان النائب ما كانش من جوه المجلس، فمش فلما كنا متفقين كان متفقين ان الكابتن هاني اللي موجود يبقى النائب المهندس حسن فريد. تمام يعني هخلص ده. لا دي امانه يعني بس هروح معاك للاصعب. اتفضل. المهندس هاني ابو ريده نزل ونزل المهندس محمود طاهر، هتساند مين وتبقى مع مين؟ هبقى مع محمود طاهر. ليه؟ لانه اولا هو يعني تسال سؤال افتراضي، هو مش هينزل قصاد بعض لانه هو شرط المهندس محمود طاهر لانه الاثنين مع بعض احنا برضو في مجموعه واحده. لكن انا لما نزل المهندس هاني ابو ريده المهندس محمود طاهر مش هينزل، لو نزل المهندس محمود طاهر المهندس هاني ابو ريده مش هينزل فقولا واحدا. طب عايز يعني فاهم قصدك؟ يعني ده مش هينزل قصاد ده. انت قلت لي ايه في الاول؟ لكن انا عايز انزل مع المهندس محمود طاهر التغيير. قلت لي انا باجي بقول الصراحه للجماهير. اه دي حقيقه. المهندس محمود طاهر نازل على رئاسه اتحاد الكوره ولا لا؟ اتمنى انه ينزل. نازل ولا لا؟ مش عارف. عندك المعلومه؟ لا والله ما عندي. عندك والله المعلومه؟ والله ما عندي، والله العظيم ما عندي. امال قلت نائب ليه مع المهندس محمود طاهر؟ لانه كان في كلام قبل كده من اكثر من سنه وقعدنا مع بعض، وكان الكابتن هاني ابدا رغبه انه مش نازل، وكان في المقابل ان الكابتن هاني مش نازل يبقى المهندس محمود طاهر نازل، وده كان كلام المهندس محمود طاهر انه مش هينزل والكابتن هاني له رغبه. ما انت خلي بالك قصاد مذيع مش سهل. طب الاثنين ما نزلوش؟ ده سؤال صعب جدا، مش عارف اعمل ايه والله مش عارف. هتروح لوحدك نائب من غير قائمه؟ مش هفضل. لا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. هيبقى ساعتها في محتاجين وقت تفكير، لكن نازل نائب مبدئيا. ترشح رئيس في المرحله دي؟ لا. هتستغل شعبيتك وعند اعضاء الجمعيه العموميه وحب الجمعيه العموميه ليك؟ والله هرجع للجمعيه العموميه يعني اذا ما لقاش المخرج وعزف الناس كتير انها تنزل هيبقى ده راي جماعه عموميه. لكن انا كره القدم كابتن شادي عمرهم عمر ما في حد
يتخلى عنها، لانها دي معشوقه حضرتك انت بتعمل. انا بص حضرتك انا اشتغلت في اتحاد الصناعه 29 سنه، شغال دلوقتي نائب مجلس النواب واقوم بهذا الدور، لكن المتعه كلها في الحاجه اللي بتحبها هي في كره القدم. تقييمك لاداء اتحاد الكوره من وجهه نظرك الشخصيه الحالي في اني مرحله اني لجنه؟ بص حضرتك اللجنه الاخيره لجنه احمد مجاهد، بص حضرتك اللجنه التقييم في حدود المنوط بيها العمل. يعني انا انت النهارده بعت حضرتك تاخد ماجستير، ما تقوليش انا عملت مطعم وفتحت قهوه، انا جايبك تاخد ماجستير، انا جايبك تعمل انتخابات وتدير انتخابات، قلت في شهرين ما عملتش انتخابات يبقى انت ما عملتش. انا جاي التقييم على قد العمل، انا جاي النهارده هدفي ان انا رايح احفظ القران، رايح ادير كره القدم، ادير انتخابات. اللجنه الاولانيه كانت هدفها تعمل لائحه وتعمل انتخابات، عملت اللائحه وما عملتش انتخابات، يبقى 50%. هسهلها عليك، كم من 10 للجنه الاخيره اللي فيها استاذ احمد؟ هو حضرتك الغايه دلوقتي كم من 10؟ اديله كم من 10؟ هو أداء. هياخد اداء اقل كتير لانه ما اداش الاساسي بتاعه، انه ولا اعتمد اللائحه ولا عمل انتخابات. هي دي المشكله. خمسه؟ اه طبعا. كم من 10؟ هو كده اقل. كم من 10؟ هو اقل يعني. كام؟ قول لي. يعني بقول لحضرتك هو اربعه. ايوه ليه بقى؟ ليه؟ لانه بغض النظر بقى ان هو نجح في التعاقد مع كروش، مش ده الدور الاساسي. اللجنه دي جايه تسرع على كروش لسه عمل حاجه؟ لا لا لا، يعني قصدي ايه؟ هو تعاقد طيب، يعني عايز اقول اضافه، لكن عايز اقول ايه؟ انت ولا عملت الانتخابات ولا عملت لائحه، انت ما عملتش حاجه. تمام تمام. انا دايما في الكواليس عنك بحاول اذاكر كل حاجه عشان الكرسي ده اسئلته مش بالسهله. ليك تصريح شهير جدا وانت بتقول في شخص مريض داخل الاتحاد، عايز تقول مين؟ ولا لا مش عايز لا مش هقول طبعا. مش هقول مين طبعا. الشخص مش لا مش هقول طبعا. لا انا قلت في مريض ميؤوس من شويه، انه كانت كنت جاي من حصل حريق الاتحاد ولقيت فوجئت بانه احنا ان في قرار ممضي ان احنا نلغي النشاط ونلغي كره القدم. فانا طبعا يعني ما كناش متفقين على كده، يعني تلغي كره القدم؟ ايوه يلغي النشاط، يوقف يجمد يجمد بقى النشاط كره القدم. قرار صعب كان صممنا بعديها اتفقنا ان احنا يبقى فيه تمام. بعدين دخلنا في لقينا فيه لوبي تاني بيلغي الهبوط. مين صاحب القرار ده؟ ما هو بقى يعني مش هقدر اقول. ايه ده انت خايف ولا؟ لا لا مش اول مره. لا 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 مش خايف. مش الحاج المهندس عبد الشام حبيبي عدي دي عدي ماشي. هتعتزل؟ قلت هعتزل العمل العام، ثم فوجئنا الحاج محمود رجع بقوه. الحقيقه العمل السياسي كنت خدت قرار فعلا باعتزال العمل السياسي السياسي، لكن عمل العمل اللي هو لكن الحقيقه في اقدار معينه وظروف معينه. انا دخلت انتخابات 2010 ونجحت الحمد لله وحصلت، واخدت قرار ان انا فعلا اجمد اي نشاط سياسي واشتغل في النشاط. كنت في خمسه شارع الجبلايه وقت طويل جدا واكتسبت خبرات كبيره جدا الله. ايه رايك في تعيين الكابتن شوقي غريب مره اخرى للمنتخب الاولمبي؟ شوف قولا واحدا، الكابتن شوقي غريب هو احسن مدير فني اشتغل في المرحله اللي هي بتاعه تاخد من الشباب للاولمبي. ولما جه موضوع كاس العالم الفريق الاول انا الوحيد، وانا علاقتي بيه طبعا علاقه اسريه وعلاقه شخصيه وابن بلدي وافتخر بيه في كل حته. قلت له يا كابتن شوقي انا مش 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 رافض انك تبقى مدير فني المنتخب الاول، لكن انا شايفك ان في زي العالم كله انت متميز في دي، رزقك في دي، بتعرف تتعامل مع المرحله دي، انك تاخد من المرحله بتاعت الشباب الناشئين الاربع سنين دول انت برعت فيهم وحققت ثلاث كاس عالم وحققت مع منتخب الاولمبي وركز فيها. لو انت موجود في اتحاد الكوره كنت هترجعه تاني؟ اه كنت هرجعه. انت متوتر ليه؟ لا خالص متوتر. لا 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 انا حافظك. لا لا وعارف هتبطل ليه؟ لا بص حضرتك انا قرار بص حضرتك لكن كنت يعني ما كنتش هستعجل في اللي هي الموضوع اصلا محتاج. بص حضرتك القرار في نجاحاته توقيته مهم جدا. ما يبقاش فيه جو ملتهب شديد وانت جاي عشان تعمل حاجه معينه في انتخابات وسايب الانتخابات وسايب اعتماد اللائحه وبتعيين المنتخب 2006 و2003 وفرنسيه وبطولات عرب. حضرتك قلت لي الكابتن شوقي غريب المرحله دي مدير فني عالي جدا في قياده المرحله السنيه. أيوة. دي للفريق الاول. ايوه هل هو غير جدير بالفريق الاول؟ لا طبعا هي 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 حضرتك ما تقللش منه. يعني انا في ناس بتعرف تتعامل بالطريقه دي. يعني انا يعني زي مثلا كابتن ربيع ياسين مهم قوي في المرحله اللي هي اللي تاخد من المرحله اللي قبل دي الناشئين للشباب. انا مقتنع بكده
وشفته لما وصل بينا لغايه خدنا بطوله الامم افريقيا ودخلنا كاس العالم في تركيا. وقلت له يا كابتن ارجع خد المرحله اللي بعديها وكمل. طبعا قال ده طموحي ان انا امسك منتخب اولمبي وانت قلت طموحي. دي وجهه نظر خبراتي. انت حضرتك بتقول انت عندك خبره في الاتحاد. الحمد لله عندي الحته دي بقدر يعني اقولها وتطلع صح. فانا يعني مهم قوي ان يكون عندك واحد ناجح في المجال ده بتحب انك انت تخليه فيه. فاجئتني في نقطتين في الحوار وهترد عليهم دلوقتي. يلا. اول حاجه قلت لي في تهرب ضريبي من لاعبين وانديه اتحاد الكوره في تهرب ضريبي. لما اتحاد الكوره اللي هو بيعتمد العقود ما يطبقش المعايير اللي بتاعت التراخيص يبقى هو ساعد على التهرب. ايه المطلوب؟ انك يبقى فيه ميزانيه منفصله في محطوط فيها الضرائب محطوط فيها البنود. الضرائب قبل ما بيسجل اللعيب لازم ضريبه القيمه المضافه والضريبه الايراد تتحصل في نفس الوقت سنويا والا ما تجددش العقد لان دي امانه. طول ما انت تعمل انت ساعدت على في تهرب ضريبي ولا لا؟ ايوه ساعدت عليه. هو ما هو اتحاد الكوره منوط به تحصيل هذه الامور وتوريدها اللي خلينا هو برده كمان عليه ضريبه عليه قيمه مضافه برده خاصه بيه هو بمكافئاته وبعقود المدرب وخاصه كمان بمتابعته لان هو الجهه اللي معتمده منين؟ الانديه بالظبط. فهو اللي بيعتمد العقود هو اللي بيعتمد الميزانيه بتاعه هو يسجل لعيبته. طيب عايز اسال حضرتك انت تصريح خطير واحنا في الحوار قلت لي اللي كان ناس في الاتحاد مش عايز عوده الجماهير ومش قادر اقول لك نريح نفسنا. مين؟ المره اللي فاتت بص حضرتك مين؟ المجلس اداره اللي فات قولهم لي كده. لا ما هو مجلس يعني المجلس حضرتك بص عمرو الجنايني. لا لا مش لا المجلس لا المجلس لا 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 مش عمرو الجنايني. انا كنت رئيس الرابطه في وجود الكابتن هاني. احنا عملنا شغل تقصد المهندس انا ابو ريده والمجلس اللي معانا المجلس مع كابتن هاني اقتنع بالموضوع. كنا عملنا قعدنا مع كان معانا ثروت لويس ويلم كان هو مدير التنفيذي كان عضو معانا في الرابطه وخلصنا الورق كله وعملنا مع الانديه وكانت حلم خدنا الموافقات الامنيه من الدوله وبدانا كمان نعمل لو تفتكر ايه نجيب بتوع الجامعه لو تفتكر كان اتحاد الكوره بدا الوزير يجيب من الجامعه ويدخل اتوبيسات جامعه وتحضر من المنشطات عامل في الجدول صراحه في الجدول يعني منشطات ولا في الجدول طبعا طبعا في لعيبه كانت بتاخد ترجيح. هو حضرتك الحقيقه هنتكلم هكلمك بمنتهى الامانه الدوري المصري الممتاز محترف في الاربع سنين اللي انا كنت فيهم الحقيقه باستثناء الحاله فاكر لو بتاع لعيب بتروجيت لو تفتكر ما فيش حاله ظهرت في العاب فرديه كتيره جدا كان عندنا مشاكل فيها في العاب القوى وكمال اجسام وكلام من ده وبتاع لكن كره القدم وتسميه السمو مهندس محمود الشامي اعتزل لمين؟ اسم اعتزل واحد. انا حضرتك ماشي بمبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اياك وما تعتزل منه يعني اياك تقف في موقف تقول انا اسف يعني فانا الحمد لله على قدر المستطاع يعني لكن لو بعتذر لحد هعتذر لاسم الراحل كابتن سمير زي لان في يوم من الايام اختلفت في بعض الامور وكنت بطلع على الهواء لكن لما رحل فعلا عرفت ان ده افضل من قاد الكره المصريه. ظلمت حد في حياتك؟ اعتقد ان انا يعني بص حضرتك ما افتكرش ان انا ان طول ما انت حاطط ربنا قدامك هتتحاسب ان دعوه المظلوم ده شادي من غير بقى ملهاش حجاب ولا مؤمن ولا مسلم لاي حد ظلم ظلمات يعني. مهندس محمود الشامي كنت على كرسي الاعتراف في اوضه اللبس النهارده شرفتني ونورتني. شاكرين جدا بشكرك شكرا ده انا بشكرك وسعيد معاك جدا جدا ودايما جدا بتشرف بوجود حضرتك ايه انا فرحان بيك وفرحان بنجاحاتك وربنا يوفقك. شكرك شكرا جزيلا كده خلص حوارنا مع المهندس محمود الشامي. انتظرونا بكره قبل دلوقتي بساعتين وتصبحوا على الف خير.